لحقت جزء من كلام أستاذ محمد زعل. فعلا هذا الموضوع يعتبر من أكثر المواضيع أهمية بالنسبة إن مهندسين البترول اللي ما دخلنا هذا المجال ولا نعرف عنه حتى يعني البيزك تبعه. طبعا نتمنى من أستاذ حسان إنه يعني من فترة لفترة يعني يعطينا بعض هيك حتى نظل يعني مثل ما يقول إذننا لما تسمع شيء مصطلح، لما تسمع شيء مصطلح من هاي المصطلحات يكون إنه على الأقل إحنا أوير منها يعني. 100%. هلا نحن رح نمر هيك مرور سريع على كثير مصطلحات اثناء يعني هاي المحاضره، وبعدين انتم اذا في جانب يعني رح احاول انا اغطي. يعني هو طبعا هلا قلت عم اقول له للاستاذ باسل انا عامل 300 سلايد، يعني ممكن كل سلايد يصير محاضره، عارف شلون؟ كل واحد كل سلايد من هالسلايدات صحيح، في مقدمه لابد نعم منها. يعني اذا بدكم نبدا، نعم يعني اذا حبيتوا نعم نبلش نحكي خلاص اساسيين اجوا نعم فضل، يعني نعم مو الأستاذ نعم محمد والأستاذ عمر والأستاذ والأستاذ أبو أحمد والأستاذ زراني موجودين. خلاص نبدأ بإذن الله. إن شاء الله. تمام، تفضل. رأي كمان نبدأ مثل العادة، الله يعطيكم العافية. رح نخلي مشان ما نشوش على الأستاذ حسان، رح نخلي المايك يكون ميوت. اليوم ضيفنا هو الأستاذ العزيز حسان صيبعة، مثل ما بتعرفوا هو رئيس لجنة البترول والكيمياء بتجمع المهندسين. نحن كنا بنعرفه على الصعيد الشخصي بمختلف النشاطات والتفاعلات الاجتماعية اللي بنعملها مع بعض، وبالذات هلأ في موضوع تحدي 10,000 يلي هو بدأه عم يتابع فيه بشكل حسيس يعني جدا، و وجد موضوع جدا ممتع. ولكن من الناحيه العمليه والمهنيه، الاستاذ حسان صيبعه هو خريج هندسه كيميائيه عام 1992 من كليه البتروكيمياء في جامعه حمص، حاصل على ماجستير اي ام بي اي من المعهد العالي لاداره الاعمال في 2015، عمل في مجال تجاره النفط والمشتقات. 2005 عفوا عفوا 2005 عم اقول لحالي في فرق كثير كبير. 2005 عمل في مجال تجارة النفط والمشتقات النفطية لأكثر من 25 عاما، حيث عمل في العديد من الشركات العالمية مثل تريفاغورا، بي بي فيتال وشيل في مجال تسويق النفط، وهو استشاري لشركة اي اس بي جروب منذ عام 2013 ولشركة ميلانيوم منذ عام 2015. واليوم رح يعطينا محاضرة عن تجارة النفط والمشتقات النفطية. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسان، تفضل. الله يسعدك، شكرا كثير استاذ باسل، وانا سعيد يعني ان شاء الله اعطي جزء من اللي بعرفه لاخواني وزملائي الاعزاء بهالمجال. وطبعا هذا قطاع يعني الصراحه قطاع يعني متشعب وواسع جدا. رح نبدا مباشره مشان نكسب وقت بالمحاضره. النفط هو المصدر الرئيسي للطاقه لقرن من الزمن سابق، ويتوقع أنه يبقى النفط كمان مصدر للطاقة هام خلال القرن الحالي. نطلع هون بنشوف أنه النفط حاليا بشكل من مصادر الطاقة ما زال يشكل حوالي 35 أو 36 إلى 40% من مصادر الطاقة المختلفة. كان بالسبعين النفط حوالي 50%، كان اللي مسيطر هو على مصادر الطاقة كان الفحم الحجري. طبعا بلش يزيح الغاز، بلش يزيح النفط يخلي نسبته أقل بمصادر الطاقة، ويخلي الاعتماد على الفحم يقل أكثر. طبعا بالنسبه للطاقه النوويه وطاقه مصادر المياه هي ما تزال يعني تقريبا ثابته حوالي 3 الى 6%. طبعا النفط هو من الطاقات من المصادر الغير متجدده. الوقود الاحفوري الثلاث مصادر الرئيسيه اللي هن النفط والفحم والغاز الطبيعي. الطاقات الغير متجددة أيضا من المعادن. بدي لكم شغلة قبل ما كمان أركز، لأنه نحن هذا موضوع التسويق، أنت هاي أول نصيحة بنصحكم إياها دائما، أنه أنت تشوف تحاول
تشوف الصورة الكبيرة لأي موضوع. الصورة الكبيرة متى ما شفتها المواضيع بتصفي يعني بسيطة، فنحن دائما من نبدأ من الكبير ونجي لحتى نوصل لموضوع تسويق النفط. إذا الطاقات الغير متجددة، المعادن بكل أشكالها، والمينرال الملح والفوسفات كمان طاقات غير متجددة. بالنسبة للطاقات المتجددة اللي الحكي يعني متوسع فيها بشكل غير مسبوق، وإنه هي هلأ أحاول يعني الدول عم تحط استثمارات يعني غير مسبوقة، وخاصة بعد أزمة كورونا. طبعاً هي مصادرها حتى الآن مثل ما نكون شايفين تشكل نسبة قليلة جداً، يعني نسبة قليلة لا تذكر، ما تزال طاقات متجددة 12-13 يعني 13% من أصل. هون نحن عندنا طاقات حوالي 13% عفوا 13%، الطاقة الشمسية أقل من 1% لساتها. نشوف يعني أرقام قليلة جدا، جيومتريكال جيوثيرمال هيتينج كمان كله أقل من 1%. بيوماس هو أكتره لأنه أفريقيا لسه حتى الآن عمالة تعتمد على هذه الطاقة كون عندهم مصادر يعني خضراء كتير كبيرة. هي بشكل أوضح الطاقات المتجددة والطاقات غير متجددة. طاقات متجددة شمس وريح، طاقة جيوثيرمال، وطاقة المياه والبيوماس. بالنسبة للطاقات غير متجددة أحيانا بيصنفوا النيكيلر يعني طاقة غير متجددة، أحيانا بيحطوها بالنصف يعني لحد الآن. طبعا كله هذا مسخر لحتى يولد تقريبا 60% من طاقة الكهرباء. ليش عم نقول نحن انه هو يعني لساته المصدر الرئيسي للطاقه، وهو عصب الحياه بالقرن الحالي، شو اسمه، وهو جوهر الحياه والعمود الفقري لاكثر الدول المنتجه، ولساته يعني يعتبر كابوس كبير وعبء للدول غير المنتجه للنفط. وحتى الان بنلاحظ هون بهالسلايد انه الاستثمارات يعني 50% من الاستثمارات بالعالم لساته ما تزال كلها متركزه على النفط والغاز، لأنه هو الصراحة البدائل للسماء يعني يعتبر رخيص جدا، ويعتبر يعني التكنولوجي تبعه يعني تطورت كثير على حساب الشيء الثاني. باقي القطاعات عم تحاول تنافس، بس لسه المنافسة ما كاملة. بالنسبة لل هون هالسلايد بيرجينا إنه نحن شوف بالخمسين كيف كان النفط بالترانسبورتيشن، هو النفط هو كل شيء، يعني النقل كله كان معتمد على الترانسبورتيشن. حتى 2018 ما يزال النفط حوالي 90% من الترانسبورتيشن. بالنسبة للاندستري دخل الغاز الناتشورال غاز على القطاع، وبلش يزيح النفط شوي هذا الناتشورال غاز. الرينيوابل يعني في تحسن بالصناعة يعني بالمعامل وإلى آخره، كمان بدأ يزيح النفط شوي. بالريزيدنس تماما كمان الغاز دخل البيوت ودخل قطاعات السيارات والى اخره ودخل الريزيدنتال، وكمان بلش يزيح النفط. اما بالترانسبورتيشن لساته هو 100%. بالكوميرشال كمان يعني الناتشورال غاز اذا بنلاحظ بهي القطاعات هو زاح النفط والفحم. هاي اللي نحن طبعا انت كتصور مثل ما يعني بنذكر دائما انه يعني انت الصوره الكبيره نحن وين دورنا بهالسبلاي تشين مانجمنت. السبلاي تشين مانجمنت على طول انت لازم تطلع عليها، يعني احنا بكل قطاع من هالقطاعات لازم يكون اللي بيشتغل بتسويق النفط او اللي بيسعر النفط او اللي بيله علاقه بعالم النفط بيدخل هاي القطاعات كلياتها. فبنبدا بالاكسبلوريشن، يعني نحن طبعا في تصنيفين، يا الابستريم والستريم وداون ستريم. الابستريم بالاكسبلوريشن حتى بدي اعمل استكشاف نفط وكذا بدعينا نحن كمسوقين، وبقول لنا اخي انا بدي اعمل استكشاف والى اخره، اعطوني الاكسبكتيشن تبعك ل 50 سنه ل 25 حسب الاحتياطيات تبعهم. طبعا الاكسبلوريشن هي عمليات التنقيب والبحث والى اخره. بعدين الانتاج، وقت اللي بصير الانتاج بدي بلش يفكر ويقول لنا انتم هذا النفط كيف بدنا نبيعه، ايش قد امتى ليوصل للخزانات، كيف بس يوصل، كيف الفاسيليتيز بدها تكون، شو موانئ التصدير وكذا. كمان نحن لنا دور بهالقطاع. بعدين بيروح على البروسيسينج،
البروسينج المصافي بعد ما مصافي النفط مشان عمليات تطلع المنتجات، وحتى عقود الترانسبورتيشن تبع النقل تبع الانابيب والترانسبورتيشن تبع الخطوط وكذا كمان كلياته بيكون بيعيطونا بيقولون انه انتم تعالوا. الدور الرئيسي طبعا هو بالاند يوزرز بعد ما بتخلص عمليات البروسيسنج للمشتقات النفطيه وتصير منتجات موجوده بالخزانات وقريبه على الموانئ بيقولوا لنا تعوا بيعوها نحن بدنا نبيعها، فنحن هون موجودين بهذا القطاع. هاي صوره اكبر اوضح، يعني السبلاي تشين مانجمنت هاي على طول لازم نطلع على الصوره، نحن نطلع انه يعني سلسله امداد النفط انا حتى اشتغلت كوردينيتر، يعني وقت اختاروا كوردينيتر المنسق بين الجهات العشرة هدول اختاروا واحد بيشتغل بفهم، يعني شايف الصورة الكبيرة اللي كنت عمالكم عليها، فأنا اختاروني أنا كنت كوردينيتر مع شركة شيل جلوبال سوليوشن لننسق العمليات بين كل المحطات. يعني بيشتغل بالإكسبلوريشن بهمه خلاص، مثل ما كان عم يقول خلف أنه خلاص أنا بشتغل بالإكسبلوريشن وخلاص، بشتغل بالبرودكشن بنتج النفط وخلاص، ما بعرف شو الخطوة اللي بعدها أو اللي قبلها. عارف شلون أنتاج بيحطوا خطة، مثلاً كانوا مثلاً الاس بي سي أو كذا أو الفورات أو إلى آخره، بيحطوا خطة إنه تعوا نحن عنا بنهاية هالسنة 300 ألف برميل، عنا نوعين من النفط خفيف وثقيل بدنا نبيعهم، تعوا شو اسمه. حتى وقت بده يعملوا تقاسم للإنتاج كمان بندهونا إنه تعوا أنتوا كمان لازم تكونوا طرف، مشان انه كيف نحن بدنا نتقاسم الانتاج، شد السعر، بنرجع للعقود، شد ال 11% تبعهم، 50 البروفيت المارجنز الى اخره، كلها بدها تكون. اذا الكروت بايب لاين، بعدين الشيبينج، يعني هون النفط اول نفط ما بيطلع وصار بالموانئ، نحن كبواخر هون بتصير عمليات تعاقد نحن يعني طرف فيها. بعدين بتروح العمليه للمصافي، التخزين تبع المشتقات النفطيه. منا جزء بيروح بنتقل بالبواخر بيروح للتصدير بنباع، ومنا بالقطارات مثل مثلا الفيول، نحن كان بالمصافي وقت ينتج الفيول نحن ننقله محطات الطاقة، كمان كنا نكون طرف بمحطات توليد الطاقة، النقل يعني بين لنحط البروجرام مثلا انه انت مثلا انت عندك مثلا بالسنة 4 ملايين طن، مليونين بدي يروحوا للباور جينيريشن ننقلهم بالقطارات، وجزء مثلا من نبيع مليون نبيعه بالبحر بالموانئ يعني بالترمينال بالبورت، وجزء كمان بتركات حتى بنتقل في محطات بنتقل منها للشو اسمه. يعني نحن هون شغلنا بالتريدينج، نحن بديستريبيوتينج وكذا، كمان نحن طرف بشركات ديستريبيوتينج، لانه نحن وقت اللي كمان الديستريبيوتر مثلا عندنا بسوريا كان شركه محروقات، كنا نحن كمان نحن اللي بدنا ننسق، هي اللي تحط الخطط انه انا شو بدي اشتري، شو منين بدي اجيب، 50% من المصافي، 10% العجز بدي اجيبه عن طريق البحر، 15 بدي اجيبه عن طريق القطارات، 13 بدي اجيبه الى اخره. هي صوره يعني اكبر، هون نحن بالابستريم اللي هو اللي الابستريم كل شيء قبل البروسيسنج قبل المصافي، نحن ما لنا يعني بلايسنس بعقود بالنيغوشيشن مع الكوفرمنت والانديفنشوال، نحن ما لنا طرف يعني بنكون كمسوقين. بالجيولوجيكال كاركترستيكس وكذا كمان هاي الى عالمها والى ناسا، فهي اللي عند التريننج والبرودكشن، هذا نحن بنستلم المنتج بعده وممكن نحن بعدين نكون يعني يصير عملنا. رح نبدأ هون بال يعني هاي الشركات اللي تشتغل بالنفط مين هي؟ يعني هذا سؤال مهم كتير. الشركات هي عبارة عن في عدة قطاعات تشتغل في عالم النفط، يعني الشركات تشتغل في عالم النفط. أول شيء عندنا الـ NOC اللي هي الشركات الوطنية National Oil Companies، في عندنا الانترناشونال اويل كومبانيز الشركات الميجرز كومباني اللي هي بتشتغل، هاي عندها اسيتس عندها 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 بتشتغل بالدريلينج، بتشتغل بالبرودكشن، بتشتغل بالسيزميك، بتشتغل بالتسويق، عندها فيزلز، عندها ستوريجز، عندها بواخر، عندها كل شيء. هاي الانترناشونال اويل كومباني في شويه تفاصيل هلا بنجي عليها. في الأوبريتنج كومباني اللي هي الشركات الإكسبلوريشن والبرودكشن كومباني، بس هذا اختصاصها هي تشتغل بشركات الإنتاج والحفر،
وفي السيرفيس كومباني هلا بنشوف كمان جزء منها. هاي الصوره الاوضح اذا بتقول انت عالم النفط هذا هو ابستريم كل شيء قبل المصافي، داون ستريم هو كل شيء بعد المصافي، وفي عمليات الاوبريشن يعني ابستريم اوبريشن داون ستريم. هذا مثلا مثال عن الناشونال اويل كومباني، هي اللي طبعا معظم الشركات الحكوميه اذا دخلنا عالم النفط هي بتبيع النفط تبعها على اساس تيرم كونتراكت. هي اول مصطلح تيرم كونتراكت. تيرم كونتراكت يعني انت بتعمل عقود طويله الاجل مينيموم سنه او سنتين او ثلاث سنوات حسب انت الزبون تبعك. طبعا انت هذا الزبون اللي بدك تختاره هلا بدنا نشوف الكواليفيكيشن لحتى انت تختار الزبون اللي بدك تبيعه النفط. دائما الشركات هاي الشركات الحكوميه بتفضل كونه هي 70% من الورد برودكشن تبع العالم كلها، يعني 70% من الشركات اللي بتنتج النفط بالعالم هي شركات ناشونال اويل كومباني. بتفضل انه تبيع جي تو جي يعني كوفرمنت تو كوفرمنت. بتفضل اذا شركه حكوميه ثانيه هي عندها عجز، مثلا شركه بالبرتغال شركه حكوميه، شركه ب يعني دوله، بتفضل تبيعها. الخيار الثاني بصير بنباع لانترناشونال كومباني عندها يعني هي شركه عندها مثلا خزانات. ممكن تكون هالشركه ما هي انترناشونال كومباني بس شركه تملك خزانات فرضا. ليش؟ لانه هذا عنده خزانات، عنده اسيتس، يعني هذا وين النفط ما راح يروح يضيع او يروح يتاجر فيه او يوقف في البحر. ممكن تبيع لشركه عندها مثلا فيزز، عندها تانكرز، عندها خزانات، عندها يعني بواخر نفط وشو اسمه. طبعا وقت نحن الشركه الحكوميه بدها تبيع النفط بتبيع 90% منه تيرم. السبب لانه انت وقت اللي بتعمل برمجه للانتاج تبعك والخزانات مشان ما تعبى خزاناتك وتجي انت تستنى وتتحكم فيك البشر قبل ما يصير عمليه البيع. مثلا اذا انا والله عندي هلا يعني صار فائض كثير كبير وما عاد حسنت بعته او عملوا علي كارتل، صايره كثير يعني معنا الشركات تعمل كارتل علي، تعمل يعني تعمل تضييق علي انه بتفقوا علينا وما بيعودوا يشتروا هاي المواد. بنترك 10% من النفط تبعنا ما بنباع بالتيرم كونتراكت، بنباع هاي بخلينا لنا فليكسيبيليتي مرونه، يعني بحيث اني انا ببيعه هاي ل ما بخلي الشركات اللي بدها تشتري النفط هي تتحكم بالسعر عندي، بزت سبوتي بالسوق. اسمه هذا المصطلح الثالث اللي بدي لكم اياه هو سبوت كونتراكت. سبوت كونتراكت يعني شحنه لمره واحده، هاي بطلع عندي انا مثلا كميه عندي 600,000 برميل زايدين هذا الشهر بدي ابيعهم. بجي بقول مين الكواليفيكيشن ليست تبعي، الشركات اللي مؤهله عندي على ليست، بيقولوا انه والله هاي الشركات، ببعث لهم انه عندي تندر بيخلص بمناقصه بتخلص بتاريخ معين، بعطيه ساعه. اهم شيء بالتندر اللي بدي اعمله انه في ديدلاين، وبينبعت فيه خمس مصطلحات هلا بدنا نشوفها اللي هي كواليتي كوانتيتي ديليفري تيرم والبرايسينج وطريقه الدفع فيه، وبيقدموا لي عرض الشركه وبرسي عليه. ليش هدول السبوت؟ السبوت لانه هدول بيكونوا كمان هن الاندبندنت انسبكتور، هدول اللي هو رقم ثلاثة، هدول تريدرز بيسموهم بالسوق. هدول لهم كونكشن كثير كبير، لهم علاقه بالامور الماليه ولهم علاقه مع الشركات الناشونال كومباني ولهم مفاتيحهم ولهم يعني دخلاتهم وخرجاتهم. فهي بيساعدني على اني اسوي. او طبعا طريقه التسعير بالنسبه للنفط في طريقتين، يعني رح نذكرهم هلا يعني مزه صارت مناسبه بعدين في تفاصيل ثانيه تجي. بعض الشركات الحكوميه بتعلن في شيء اسمه مصطلح الرابع OSB اللي هي Official Selling Price. اللي حابب يسجل كمان ملاحظات يسجل Official Selling Price اللي هو يعني السعر الرسمي لهالنفط هذا. Official Selling Price شو معناته؟ انه الحكومات الشركه هي بالاصل مثل شركه ارامكو السعوديه، شركه تنتج او تنتج حوالي 13 مليون برميل، تصدر حوالي 8 مليون. فهي بتحسن تفرض سعرها، بتقول انا لزبائني
أنا هذا السعر لهذا الشهر هو البرنت ديتد ناقص 3 أو 4 دولارات. البرنت هلا بدنا رح نمر عليه نشوف شو هو البرنت ديتد. خلاص خلاص بدها تلتزم الشركات take it or leave it، يعني أنت الشركة مجبورة أن تأخذ هالسعر. طبعا هي ما في ظلم بهاي الشركات، شو بتساوي؟ بتعمل كومبنسيت، بتعمل average تبع السنة بحيث أنه مثلا بتعمل تعويض بالشهر القادم، مثلا حست أنه الأسعار طلعت غالي شوي، هي بتجي بتعمل بتنقص من الديسكاونت الشهر اللي بعده، تعمل تنقيص يعني قدر بسيط ديسكاونت للشركة بالشهر الذي يعني يلي. هلا هون السبوتات اللي نحن بعناها اللي قلنا لكم عليها اللي هي الشركة يعني الشحنة الفورية اللي بعناها بتحسن لي سعري، لأنه أنا طريقة البيع ممكن إنه شركة مثلا مثل سوناتراك الجزائرية، هي شركة حكومية قوية جدا ببيع مثلا الغاز والنفط والمشتقات النفطية، كمان تفرض أسعارها، بس حسيت والله إنه هذا الشهر يعني لا شلون قليل التسعير تبعها، بتعمل OSB هي كمان ب 25 previous lifting months، يعني بالشهر الذي يسبق شهر التحميل، بتقول للشركة بتقول للزبائن تبعها أنا هذا السعر بعطيكم 5 أيام للمفاوضات، بعثوا لي بروبوزل تبع الشهر القادم كيف بدي أسعر النفط أنا. فبتبعث الشركات كلياتها يعني بروبوزل درافت، وشركة بناء على معطيات السوق والدراسات اللي هي تتعلق بالعرض والطلب والأوضاع السياسية ووضع التخزين تبعه وإلى آخره تأخذ قرار وتفرض السعر. بعض الشركات اللي هي مثل الشركات الروسية للأسف هي يعني في فساد كتير كبير هنيك، وأنت تكون مسجل بروسيا يعني هنيك يعني مسجل شركتك، وبيبيعوا بس للشركات المسجلة هنيك وما بيبيعوا يعني لا official selling price ولا بيبيعوا fixed price، يعني أحياناً أو بيبيعوا وفق الفورمولا اللي كمان نشوف كيف هي طريقة التسعير بعد شوي. شطينا شوي بهالمجال، بس يعني كان لابد ذكر إنه ناشونال كومباني اللي هي بتمثل 70% من إنتاج العالم من نفط، إنه كيف بتعمل أو شو أهميتها، إنه كيف هي بتعمل تيرم كونتراكت عقود. نجي على الانترناشونال ميجرز كومباني اللي هي هاي طبعا يعني حلاوتها انه تشتغل بكل السلسلة اللي ذكرناها، تبدأ بالإكسبلوريشن، تشتغل عند شركات حفر، عند دريلينج، عند ستوريجز، عند تانكرز، عند كمان أزرع. هاي الجميل انه عند أزرع تجارية، أزرع تجارية تشتغل مثلا شركة لوك أويل الزراعة التجارية تبعها هي لوك أويل موجودة بروسيا، شركة من العمالقة النفط بالعالم، إلى زراعة تجارية موجود بسويسرا. ليش؟ لأنه هذا بيكون فليكسبل عملية بيع النفط، وهذا بتصير وفق انترناشونال ستاندرد عالمي، إذا بتطبع عليها القوانين الروسية بتعمل تندر وكذا ومناقصات وهيك إلى آخره ما بمشي حالها بنوب، لأنه يعني عملية بيع القاعدة الجديدة اللي بدي أقول لكم إياها، عملية بيع وشراء النفط هي عملية سريعة جدا فورية، ما والله أنا أجاني إيميل بدي أستنى لتاني يوم أو شيء، دغري إذا مباشرة إذا أصلا أجاني السعر وأنا يعني ما كنت جاهز أو ما أعطيت جواب نفس اللحظة ممكن أخسر الديل وتطلع علي. يعني هاي ناحية مهمة، موضوع السرعة الإيجابية وموضوع يعني متابعة الهدف. فالميجرز من اكسون موبيل شركة يعني معروفة أمريكية، هلا أنا أشوف إنه كيف كانت هي أصلا وفصلة، وتوتال مثلا إلا زراعة تجاري اللي هي توتسا، إلا كمان زراعة تجاري موجود هي شركة يعني فرنسية، إلا يعني زراعة تجاري موجود بسويسرا، واختاروا سويسرا لأنه كمان مواضيع القوانين والفلكسيبيليتي، موضوع تحويل المصاري والاعتمادات وكذا موضوع كمان يعني سهل. شغلة كمان مهمة بالنسبة لهاي الاي يعني الانترناشنال اويل يعني تريدينج كومباني الميجرز كومباني، انه هي كمان عندها مثلا عندها نفط، مثل مثلا عندنا محمد عنكم مثلا كنتوا تبيعوا انتوا او بشيل، مثلا شيل كان عندها انتاج بسوريا لها حصة بدها تبيعها، تمام. هلا سوريا غير كل دول العالم، لانه سوريا ما كانوا يسمحوا للشركات المنتجه انه هي تبيع نفطها،
هي تبيعها للحكومة ونحن نبيعها وبعدين نعطيها الحصة، يعني غير العالم. مثلا مصر مسمح لها هي الشركة نفسها هي تبيع المنتج تبعها، عندها استثمارات بغانا، عندها بأنغولا، عندها استثمارات بأمريكا. هني كمان لازم يكون هذا زراعة تجاري مشان تعمل تريد للبرودكشن تبعها كنفط خام. وإذا عندها مصافي كمان هذا الزراعة التجاري تبعها هو بده يعمل تريدينج للمنتجات طالعة مصافي تبعها. شو كنا عم نقول؟ الانترناشونال التريدر هدول اللي هن هدول ما عندهم ما لهم بالبرودكشن اسيتس، ما عندهم اسيتس بالاصل، يعني ما عندهم هنيك لا عندهم حقول لا عندهم امتيازات لا عندهم لايسنس لا عندهم شيء. هدول عباره عن تريدرز مثل ما عندنا موجودين بالهذا، عندهم مصاري او عندهم ممكن يكون بواخر. مثلا شركه فيتول عندها خزانات مثلا اما ما بتشتغل بالبرودكشن. شركه غلينكور هاي يعني شركه امريكيه عملاقه يعني كمان تريدر فايت بكل قطاعات الحياه وكل قطاعات الدوله بكل الدول وله يعني له كونكشن كثير قوي. وهدول هن هاي الشركات مثل ما عنا بتهتم بالسبوت فيزيكال ما بتهتم بالديريفيتيف ماركت بال يعني فيوتشر ماركت بيبر ماركت. الرابع اهم القطاعات اللي هو الفاينانشال هاوسينج، مورغان ستانلي احد شو اسمه هاي مو فقط هي يعني النفط هو جزء من التجاره تبعها، التريد تبعها بتشتغل بكل الكوموديتيز، تشتغل بالذهب، تشتغل بالنحاس، بتشتغل بالآخره، وهي مع الأدوات المالية مشان مواضيع يعني التمويل. طبعاً هون ليش حطيت هلا مصطلح جديد كونتانجو شو معناته؟ لأنه هدول مثلاً الشركات التريدر أويل كومباني هدول الوقت اللي بيكون السوق بيروحوا بيخزنوا مثلا اعتبر فيتول هي شركة موجودة عندها خزانات بمالطا أو بقبرص أو بمرسين هون بتركيا، فبيكون عندها عاملة عقود بتجي هالعقود بيخبوا النفطات بيخزنوها خزنها هون مثلا وبيكونوا عم استنوا السوق وعندهم speculation للسوق إن السوق إذا كان طالع هذا السوق طالع ما بيبيع هو بيخبي النفطات يعني بيضل نايم عليهم. إذا السوق backwardation يعني معناته السعر نازل يعني السعر باتجاه النزول معناته backwardation مباشرة ببيع. هاي الناشونال أويل كومباني هاي بعض التصورات عنها، يعني هاي معظم الشركات الناشونال كومباني بالعالم منا يعني ما فيك تخشها ولا فيك تدخل ب يعني بالبزنس معه ابدا مثل ارامكو مثل غاز بروم مبيعاته يعني مو بس مبيعات يعني شغله عالم لحاله هذا عالم ارامكو ولا عالم غاز بروم ولا بيريفيسا الروسيه ولا كي بي سي اللي هي كويت بتروليوم كومباني ولا شو اسمه هدول. هلا كل ما اتجهت هيك صارت الشركات يعني عندها شويه فلكسبيليتي عندها امكانيه ان تعمل شراكات تعمل بارتنرشيب مع غيرها مثل سونطراك الجزائريه. الايرانيين كمان كانوا منفتحين كثير لفتره معينه ويعني شو اسمه ناشونال اويل ناشونال ايرانيان اويل كومباني. القطريين بعدين عندك بترومينا اللي هي شركه الماليزيه وطبعا هدول الصينيين اللي هن شركات كمان تنتين حكوميات سي ام بي سي وسينوبيك. هون ستيت اويل الشركه النرويجيه بتروناس الشركه البرازيليه. هلا نحن طبعا في عقود غير عقود النفط اللي نحن بنحكي عليها مثل عندك شركات تشتغل في مجال دريلينج ريكس بس تشتغل حفارات مثل ترانسوجين نوبل كوربوريشن. هاي شركات مختصة بالسيزميك سي جي جي وسبكترونس وتي جي اس وإلى آخره. شركات بس بتشتغل باختصاصات بالإكويبمنت مثل فاركو أو كاميرون وشركات يعني شرامبرجير الشركات يعني هاي الشركات هي شركات الخدمات. هاي نحن ما يعني ما أنا أي طرف
شركة لها علاقة بخدمات النفط، يعني بمجال الحفر والتجهيزات والسيزمة بالآخرين. بدي جد هلأ أنا شو اسمه عندي زبون بدي أعمل له تأهيل حتى أبيع نفط. أنا شو اسمه جاني محمد زعل قال لي أنا شركة عمل لي يعني تصورات، يعني شو اسمه أنا متاجر شاطر عامل عندي بنوك عندي إلى آخره. أوكي، فحتى أنا هذا يعني أعرف وقع الليست تبعي، يعني حتى إذا كنت أنا شركة حكومية أو شركة خاصة، طبعاً هو يبهمني طبعاً إذا معه مصاري وكذا بعرف أنا كيف أدبر أموري وكذا. بس هلأ في قانون بأوبك قانونها إنه أنت كنفط خام ككرود أويل هاي قاعدة ما بصير تبيعه لناس لشركات ما عندها مصافي ما عندها خزانات، هذول اثنين ما بصير تبيع النفط له. ليش؟ لأنه أنت إذا راح النفط وقعد بالبحر وتراكم بيخرب السوق لياته وبعمل يعني فائض بال شو اسمه بعمل فائض كبير بالسوق، ممكن يكسر ويخرب الأسعار وبالتالي بيخرب الاقتصاد وبيخرب بيخرب الدول كلياتها. فهي قاعدة موجودة. طبعا أول شيء بقول له يا محمد زعل من فضلك ابعث لي الكومباني بروفايل تبعك، بطلع عليه وببلش بتحرى عنه. أهم ثلاث دوكيومنتس بطلبها من الزبون لحتى بطلبها من الزبون مشان احطه بالليست تبعي ابيعه، او احطه مشان اعمل تندر ابعت له اذا بدي اشتري، بدي اعمل تندر مشان الشراء ابعت له، اذا بدي اعمل تيرم كونتراكت بدي ابعت له، بدي اعمل سبوت كاربو بدي ابعت له. بطلب اول شغله الفاينانشال ستيتمنت. ليش فاينانشال ستيتمنت تظهر لي؟ اذا اول وقت عم يسجل نوت فاينانشال ستيتمنت بدي اطلع على الانكم ستيتمنت، بدي اطلع على الريفينيو عنده هو عائدات، عنده شغل عنده عائدات. وبعدين بطلع الفاينانشال ستيتمنت تبع لثلاث سنوات، سنه واحده ما بتعطيني واشي. بشوف العائدات تبعه، بشوف الاكسبنسز مصاريفه هي اكثر اقل، بعمل تشيك عليها، بشوف الفاينل بروفيت احتمال يكون الاكسبنسز تبعه اعلى من الريفينيو والبروفيت عنده لوسز لمده 3 سنين. بدي اساله واستفسر ليش هذا من حقي انا كحتى تريدر كومباني او تريدينج كومباني. السؤال الثاني كمان بدي اشوف البالانس شيت تبعه، بدي اشوف الاسيتس شو عنده اسيتس، هو مثل ما قلنا عنده خزانات عنده بواخر عنده تيرمينال عنده ريفاينريز عنده الى اخره. وبدي اشوف أهم نقطة بالبالانس شيت، بدي أطلع على الليابيليتيز تبعه، شو له قروض، شو عليه قروض، شو عليه التزامات لتقوم هالمصاري هاي تبعه، هو يعني عليه التزامات بعد سنة بدي يفلس بياخذ الباخرة وما بحسن أحجز عليه إلى آخره. بدي أطلع على الإكويتي، بدي أطلع على رأس المال تبعه، هو يعني رأس مال بالأصل رأس مال ثابت ولو متحرك ولو متغير إلى آخره. بالفاينانشال ستيتمنت الثالثه بدي اطلع على الكاش فلو ستيتمنت، هو كيف خططه للاستثمار، كيف عمليات الاوبريشن العماله تصير عنده. اذا اول دوكيومنتس بطلبها من اي زبون لحتى اعمل له كواليفيكيشن هي فاينانشال ستيتمنت. اثنين والاهم مثل اي بزنس بالثاني بالعالم، بدي اشوف الاكسبيرينس ريفرنس عنده. انت كثير جانا شركات اوكي ممتاز، انت يا اخي عندك اكسبيرينس ممتاز في دريلينج، بس انت شو بتفيدني؟ يعني ما عندك، ما بتفهم بالتريدينج، بجوز تاخذ الشحنه تخرب لي انت كل سوقي. يعني صار معنا قصه بزمانه مع شركه كومفور، شركه هاي بيقولوا هي لبوتين للرئيس الروسي، اسس شركه اول ما باخر 2000 تقريبا 2002 2003 ومن سويسرا بلش تشتغل، ما هي معروفة بالسوق. نحن كنا نبيع مثلا للميجرز لمصافي النفط الخاص بأوروبا بأوروبا، كل مبيعاتنا كانت تكون لها مثلا بيع لمصافي بإيطاليا، لمصافي بألمانيا، لمصافي ببريطانيا، وبعض الزبائن بعض البواخر يعني النادرة تروح لأسبانيا طبعا ولتركيا، وكان جزء منها يعني يطلع خارج المتوسط يعني يروح لخارج الحدود. فهي الشركة اجت وقدمتنا فعلا وثائق يعني غير مسبوقة، شفنا يعني
عنده مصاري كثير غير مسبوق وكذا. فكان الرأي نحن طبعا اللي بيتخذ الرأي بالتريدينج كمان هاي شو اسمه ما بصير حدا ياخذ قرار يعني لحاله، حتى انت كتريدر وكذا كصاحب قرار في فريق عمل بيشتغل، بده يكون في تريدر للكرود اويل، تريدر للاويل برودكت، في الليجل طبعا بيشوفك بالمراسلات وكذا ما مشكله، بس يتخذ قرار نهائي بده يكون ليجل ديبارتمنت واحد منه ممثل موجود، وبده يكون تكنيكال نحن من جانب التكنيكال كمان، وتريدر تكنيكال تريدر كمان بده يكون موجود باتخاذ القرار. فكان الراي العام انه اوكي خلينا نجربهم طالما هني هدول شركه وعندها الريفرنس والى اخره، و يعني من ضمن السبوتات اللي إن عليها هدول التريدر اللي بدنا نشتغل منهم احد الشحنات، الا طالما في سبوت وما هذا، وعرضوا سعر غير مسبوق يعني برنت زائد 2 دولار، نحن سعرنا مثلا برنت زائد دولار كان سعر النفط تبعنا، فاعطونا دولار زياده على البرميل، هن 600,000 برميل معناته فيها يعني ارقام كثير كبيره يعني. ف اوكي اعطينا نجرب، طبعا الشركات اللي بتشتري مننا عملوا عليه كارتل وما حد اشترى منه الباخره، هو طبعا اخره بده يبيعه، هو يعني بياخذ من هون بلم، وما عنده خزانات وما مشتغل قبل مره وكذا والى اخره، وظلت الباخره حوالي شهر بالسوق، خسر فيها 5 دولارات. اشترتها كونوكو فيليبس شركه امريكيه منه الكارغو، وتقول كلمه كارغو معناته الشحنه اللي بقلب الباخره، هاي هي الكارغو كمان، هذا مصطلح اللي بيحب يسجل، الكارغو هي الشحنه وليست هي يعني الكارغو اللي هذا، فخسر فيها 5 دولارات وبعد. طبعا هاي اذا الشرط الثاني لحتى انا اهل الشركات بده يكون عنده هو اكسبيرينس يعني ريفرنس بمجال تريدينج بزنس، وبده يعطيني طبعا ما بكفي يقول انا عندي تريدينج، بده يعطيني sufficient proof، وبيقول لي انه يعني عنده transaction صار مع شركات نفط او شركات غاز الى اخره. بيعطيني كمان الريجستريشن تبعه، السيرتيفيكيت ريجستريشن للشركه، لانه بجوز تكون شركه وهميه، هو فتح اعتماد باسم شيء ثاني وهذا، ومين دايركتورز عنده بحاول بس عنه، يعني هذا عالم كمان قاعده جديده، عالم النفط عالم صغير جدا، عالم صغير 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 جدا، كل الدنيا بتعرف بعضها. يعني انا اليوم قاعد هذا والله عندي ديل اليوم يعني ترانزاكشن مع حدا، مباشره ثاني يوم بالسوق انطلش انه هاي الشركه صارت كذا، مثل ما صار معي مع جونفور والشركات كلها تكاتلت عليه، ونعرف انه هو اشترى هاي الشحنه وبعدين يعني في شيء مهم جدا. الرابعه بده يكون عنده لايسنس للتصدير والاستيراد، مثلا هون في شركات تركيه هون ما بيعطوا لايسنس لاي واحد يعني يشتري ويبيع بالنفط هون، مثلا توبرش عنده لايسنس، عايتين لشركتين بدك تفتح لايسنس وبتحط وفي تاكسيشنز وبتحط يعني جارانتي والى اخره. طبعا في شغلات بسيطه هي بس لها مؤشرات، بده يكون عنده ويب سايت، والويب سايت هذا عليه اكتيفيتيز وكذا، بيحاول الواحد مثلا انه من خلاله يعني حتى الايميل نحن بنطلع عليه، هل الايميل هو يعني بابليك دومين ولا يعني جيميل ولا اخذه من حقوق. طبعا سهل هلا بهالعصر هذا، بحسن يجيب اي ايميل ويسويه، بس كمان يعني هذا بنطلع عليه نحن. بده يعطي هو ديتيلز على التاكسيشن ريجستريشن، لانه ممكن تكون تبييض اموال، هاي مثلا واحد بده يشتغل بالتريدينج ويكون هو هذا وما عنده تاكس ريجستريشنز، فكمان هاي بنطلبها منه لانه بعث لنا اياها. اهم ثالث واحد هذوليك ما كثير مهمين اثنين، يعني عندك فاينانشال ستيتمنت مستحيل نقبل بدون فاينانشال ستيتمنت 3 سنين، مستحيل نقبل بدون اكسبيرينس ريفرنسز بمجال النفط وتجاره النفط. الثالث والاهم هو بنك ريفرنسز، هاي مصاري حقي باخره 60 مليون 50 مليون دولار الى اخره. فالبنك ريفرنسز مين البنوك بتشتغل معها اخي انت؟ ارجيني البنوك بتشتغل معها، وين الريفرنسز تبعك؟ اعطيني حتى حساباتك، اعطيني البنك اوفيسز تبعك، بدي اتصل فيهم نتصل فيهم واحد واحد نشوف انه هاي فعلا هذا هاي الشركه هي حقيقيه، عندها اعتمادات، حاطه حسابات وهميه الى اخره وكذا، كلها بنطلبها يعني. هذول اهم ثلاثه، طبعا تايتلز وعنوان الى اخره، هاي صارت شغله سهله.
طيب نجي على جانب جديد. ما بعرف سمعني إني الأمور تمام ماشية في شيء لحد هلا؟ كله تمام أستاذ حسن. كله تمام. مليت شيء؟ أنا ما مليت. بس ما بلشنا أبو زهير الغالي. الحمد لله. يعني هلا بس شالت 20 سلايد لسه. فأنتم تصبروا. بس نشرب نسخة مي. أهم شيء أنت ما تتعب. إحنا جاهزين معك. الله يعطيك العافية يا رب. يعني عليه مكبر قنينة المي معاته وإن شاء الله مطولة معاته. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ حسان أبو زهير قبل ما بعد إذنك يعني قبل ما ننتقل مسألة البنك يعني طبعا أنا ضعيف بشغلات البنوك يعني البنوك فمثلا أنت كيف مثلا أوكي أنا بدي يعني مثلا كيف أنا أضمن حقي خيو أنا بعتك الشحنة هاي أكيد ما راح تعطيني كاش يد بيد يعني كيف أنا مثلاً شو الطريقة طيب اللي أنت طيب رحنا فوت دغري على هذا وبعدين بنرجع للشغلات الثانية معليش رح فوت عليها هاي لأنه يعني في ناس كتير يعني هي ممتعة كتير وبس بنفس الوقت كيف أطلع أرجع فوت على البداية تمام ثواني هلأ طلع الشاشة واضح الشاشة السلايد هلأ العنوان السلايد when will crude oil run out لا 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 تمام واضح هي اللي بدك اياها استاذ حسان كوتينج شيبينج جيتينج بيد لا هي مو طالعه هذاك ثواني هو هذا المهندسين شوي بعالم الاعتمادات وكذا يعني جانب كتير كتير مهم له علاقة بالدفع مهز تايب اوف اس دي عذرا هيك طلع؟ لا طالع على صورتك هلا ما في ما لك عامل شير بدك ترجع تعمل شير هيك اوكي quoting shipping getting paid تمام شباب اهم خمس ملاحظات او خمس conditions بتجارة النفط هن التالي نعم سجل ملاحظات الأول بأي تندر بأي عقد بأي حتى شو اسمه شو هن quantity الكمية quality النوعية delivery term طبعا ما نرجع عليه نحن delivery term هي شروط تسليم تخضع للإنكو terms في شيء اسمه انكدر يعني هو انت بيع على اساس سيف ولا على اساس فوب ولا على اساس الانكوترز كلياتهم البرايس الشرط الخامس هاي يسموها سبيشال كونديشنز باي دي كوانتيتي كواليتي ديليفري تيرم برايسينج الخامس والاهم هو طريقه الدفع اللي هو هلا بدنا نشوف كيف بتصير طرق الدفع هدول هن مبينين شباب بأي عرض price payment term delivery method of term of shipment اللي هي اللي نالكم عليها اللي هي انكو terms والإضافة إلى الكمية والنوعية طبعا هدول انت أول شغلة حتى تبعت performance invoice لشخص يعني بتبعت له انت فاتورة أولية للشخص بدي يكون فيها متضمن الخمس شغلات البسيطين هذول. هاي مثلاً هاي invoice منحط فيها ترويز تبع الشركة ومنحط إنه الكمية ومنوصف شو البضاعة منبيع غاز أويل غازولين وش قد السعر تبعها وش قد الفاليو تبع قيمتها. هلا صار الديل بين وصار عقد بيني وبينه يعني طبعا هاي مرحله متاخره بس نزل وسال عنا هذا خلينا نروح للشغلات انتم مهتمين فيها اكثر لانه الموضوع مثلكم متشعب وكبير كثير وهذا جانب يعني كثير مهم تعاقدت انا وخلف
قلت له أخي أنا بدي أبيعك شو اسمه، بدي أبيعك شحنة نفط. قال لي أوكي والله أنا مستعد وكذا، بخبت صغيرة حوالي 5000 طن LPG. قال له أوكي تمام، بس أنا والله شوي البنوك بالأمور، بنوك وما بنوك وكذا أموري شوي صعبة. قال لي تمام، ممكن تعمل لي كاش إن أدفانس، يعني أنت بري بيمنت يعني دفع مسبقة، تدفع لي إياه دفع مسبق، ممكن تدفع لي حق البضاعة مسبق. طبعا ما حدا بعالم النفط، أخطر أخطر شغلة بالدنيا، ما حدا بيبيعه وبيشتري بعالم النفط كونه مبالغ كبيرة بكاش إن أدفانس يعني دفع مسبق، ما حدا بيشتغل. يعني الامبورتر المستورد بدفع له للإكسبورتر كاش قبل ما الشحنة تطلع، يعني قبل ما نحن نشحن. في حدا بعمل هالعملة؟ هلأ أنت إذا عندك كونتينر هون بتبيع سكر أو بتبيع بطاطا أو بتبيع ورق من هون من شو اسمه، ما حدا بيثق بالتاني، ما في يعني ما في ثقة لحتى يبيعك كاش. إذا أول طرق الدفع هي كاش إن أدفانس، خطرة كتير وبعالم النفط ما حدا بيشتغلها، إنه قبل ما تستلم الباخرة أو قبل ما توصل الباخرة لميناء التفريغ أو قبل ما حدا بيعملها العملة. هاي ملخصة. شوف ما أزكاهم ما شاء الله، الإكسبورتر عطول لونه أبيض. Letter of Credit اللي هو اعتماد مستندي، هل الاعتماد المستندي يضمن عمليات البيع ولا لا؟ الامبورتر هو كيف بيستفيد من القصة ولا لا؟ وكيف هو بيحدد الكوست يعني تبعه؟ شو بيصير بهال هاي الاكسبورتر وهاي الامبورتر؟ الامبورتر هو اللي بده يفتح الاعتماد. شو معنات الاعتماد؟ الاعتماد هو عبارة عن وثائق بنكية، البنك هو طرف في النص بضمن عملية البيع بين المشتري والبائع. في عنا عقد، بيجي البنك، انت بتقول له للبنك انا امبورتر، قلت له للبنك تبعي الامبورتر بنك مثلا زراعات بنك، اخي انا بدي افتح شحنة، بقول له الاكسبورتر هو بي ام بي باريبا بباريس، بقول له البنك تبعي طبعا ما بصير اخاطبه، مع انه صار العقد صار شغله بنوك، ما عاد نحن هذا بس عمليه متابعه بالصف. قال له البنك تبعي زراعات بنك، بقول له افتح لي بخاطب الاكسبورتر اللي هو بنك المصدر، بقول له انا معي مصاري، بدي معي مصاري وشو اسمه وفق الشروط افتح لي اعتماد مستندي للإكسبورتر. شلون بتصير العملية؟ العملية الأولى وقعنا العقد وفق الشروط اللي قلناها، كمية ونوعية، عم ابيع مازوت مثلا غاز اويل انا بسعر كذا، هاي شروط العقد، العقد موجود، يعني أول وثيقة بتنعطى للبنك هو العقد. مشان الاعتماد هو عبارة عن صورة للكونديشن تبع العقد، يعني الاعتماد كل شيء شرط إن كان خاص أو عام هو بده يكون الاعتماد متضمنه. تمام؟ إذا العقد شروط العقد متفق عليها بين المشتري والبائع ضمنت بالاعتماد، بنعطى نموذج اللي شو اسمه الاوبنينج بانك اللي هو بنك المصدر المشتري، يعني انا المشتري مثلا زراعات بنك مثل ما قلنا هون اللي هو هذا هو البنك تبعي، بيصدر الاعتماد، بعمل ايشوينج بعمل درافت، ببعث مسودة لمين؟ للأدفايزينج بانك. أدفايزينج بانك هو بنك المبلغ، البنك المبلغ. شو بيقول له؟ بيقول له أخي أنا هذا عندي زبون وفق هالشروط أنا ضمنانه وهاي شروط الاعتماد تبعي. شو اسمه؟ الأدفايزينج بانك بيبلغ الإكسبورتر إنه البنك تبعه، يعني اللي بدي يبعث البضاعة، اللي بدي يبيع البضاعة، بيقول له البنك تبعه أوكي
وصلني الاعتماد، بشيك عليها فعلا الامور ممتازه وفيها ضمانات. طبعا لحد هلا كلها ورقيات، اللي بده يضمن العمليه هي دوكيومنتس، اللي هي دوكيومنتس. يعني انت البنك كيف بده يصرف قيمه هال كيف بده يصرف المصاري للبائع، يعني هالبنك هذا في وثائق، الوثائق في عندنا 5 أو 6 وثائق موجوده عندي بالسلايدات هلا بارجيكم اياها، اللي هي في عندك لودينج دوكيومنتس، اهم وثائق في الاعتماد، البنك يصرف قيمه الاعتماد للبائع، يعني بده ياخذ حق البضاعه، اللي هي وثائق التحميل. وثائق التحميل 5 شهور، اهم واحده منهم بيل اوف لادينج، اكتبوا اللي بده يكتب بيل اوف لادينج، اللي هي بوليصة الشحن. يعني اي بضاعه بالدنيا لحتى انت بدك تبيعها في لها تاريخ بوليصة الشحن. تاريخ بوليصة الشحن، هاي بوليصة الشحن بتكون فيها الكميه موجوده وتاريخ الشحن وميناء التحميل واسم الشاحن، اسم الشركه اللي بايعه. 2 شهادة كمية ونوعية، certificate of quantity، certificate of quality، شهادة كمية وشهادة نوعية، و certificate of origin اللي هي شهادة المنشأ. طبعاً شو اسمه، هاي وثائق التحميل في ميناء التحميل توصل للبنك، يعني هو بعد ما شحن البضاعة طلعت هالوثائق، انت بتلي تروح على الميناء حملت البضاعة، يعطوك أوراق، بيعطوه وراق الشحنة، هاي وراق الكارغو بتنعطى لشو اسمه نسخة للقبطان اللي قاعد بقلب الباخرة، وبتنعطى نسخة بتنبعت بالدي اتش ال، بتنبعت للبنك، والبنك وقت اللي بيجي بتوصله للوثائق هاي اللي عمال نقول عليها اوتوماتيكيا في تاريخ بسموه ديو ديتس، ديو ديتس اللي هو تاريخ الاستحقاق تبع الدفع. انت بتفتح الاعتماد، اي اعتماد بالدنيا في له تاريخ صرف الاعتماد او تاريخ تنفيذ الاعتماد من قبل البنك. انت بتقول له البنك تبعك، بنك الابنينج بنك، بيقول له ادفايسينج بنك، انه بهالتاريخ انت بدك تصرف شو اسمه، تصير تاريخ الاستحقاق، عنده الوثائق تبع الشحن، وثائق التحميل، اوتوماتيكيا تتحول المصاري، ما عاد في دور لا للبيع ولا للشراء، البنك هو بيضمن عمليه البيع والشراء بين البيع والشراء. طبعا احنا كشركات حكوميه كنا سابقا، وهلا بعض الشركات الخاصه بتطلب وثائق اضافيه. وثائق اضافيه مثل ايش؟ يعني ما بكفي انا وثائق التحميل هي تكون هي للبنك، ما بقول له، بقول له كمان بدي انا شو اسمه بسموها وثائق، وثيقه التفريغ، وثيقه التفريغ، يعني انه انا الباخره بدي اضمن انا كحكومه لحتى انا اخي اذا ما شفت بعيني، يعني طلعت على الباخره على ظهر الباخره واتصرت بميناء التفريغ، طلعت على الباخره وتاكدت وشفت بعيني، ما اخي ما راح ما بقول له البنك صرف المطاعم، فبطلب سيرتيفيكيت اوف كوانتي كواليتي كوانتيتي على ظهر الباخره، بطلع بسموها هدول بيطلعوا يعني توصل باخره، مثلا وصلت باخره لمرسين امبارح، نحن بتطلع السلطات بشيكوا، بتطلع السلطات على الباخره بتشيك، بتشوف جوازات الناس، بتشوف الباخره، بتشوف نوعيه البضاعه على طول. في اللي بشيك واللي بيصدر كمان جديده، هاي اللي بيصدر الشهادات، شهادات الكميه والنوعيه، اسمه اندبندنت انسبكتور، اللي هو مندوب محايد، مندوب محايد مثل سايبولت، مثل اس جي اس اذا سمعانين فيها او كذا، اس جي اس مثلا هي مشهوره كثير، تطلع هاي على ظهر الباخره، هاي محايد، هاي طرف مثل البنك هون بحاله المصاري وصرف المصاري، تطلع على ظهر الباخره وبتاخذ عينات سامبلز، سامبل وحده عينه، في طبعا بالكونديشن تبع الجنرال تيرمز اند كونديشن، كمان مصطلح اكتبوه جنرال تيرمز اند كونديشن، كل الشركات العالم بالدنيا في عندها بسموه جي تي سي اللي هو جنرال تيرمز اند كونديشنز، شروط عامه بيكون فيها تفاصيل كيف اخذ العينات، مين المندوب المحايد، كيف بيطلع المندوب، كيف شهادة الكمية النوعية إلى آخر، كل التفاصيل ديتيلز، الوصول للميناء، الريستريكشن تبع التيرمينالز، كل شيء بيكون موجود بكل شركة يعني بتبيع وتشتري النفط، في شيء اسمه جنرال تيرمز اند كونديشنز.
البيع والشراء لنا بس في special conditions اللي هن كمية ونوعية ودفع وبرايسينج وشو اسمه، وهي اللي عم نحكي عليها. إذا هلا بنرجع لقصتنا هون، بيجي البنك بيشوف الوثائق هدول الخمسة بالإضافة لأن إحنا كشركات مثل ما قلت لك في شهادة الوصول لميناء التفريغ، هاي بحاول باخذها أنا بقول للبنك أخي إذا بس توصلك هاي الشهادة صرف له المصاري بتاريخ الاستحقاق مثلا 20 شهر، خلاص المصاري تتحول وبيكون هو ضمن البنك حول مصاري لها. هلا انت هلا مع الطرف اخي بنكي لبنكه، هني عم تصرفوا مع بعض، هني عم تفاهموا، وانا طبيت شو اسمه. طبعا هاي يعني هو بلاش، يعني هاي الشغله اعتمادات مستنديه، في ادفايسنج فيز، في الى تكاليف، في confirming fees، لأنه أحياناً advising fees مثلاً أنت بيكون البنك تبعك ما في هال facilities أو ما فيها السيولة الكبيرة، فمضطر إنه يعمل بنك بيكون متعاقد مع بنوك كبيرة مثلاً، يعني بيشتغلوا بعالم نفط، البنوك بدها تكون هو confirming bank اللي بيثبت بيقول إنه هالاعتماد هذا هو مضمون وما في أي تلاعب، ما في أي يعني أخذ وعطى وكذا، بده يكون هو بنك بسموه مسمين إحنا بعالمنا بعالم البنوك First International أو First Class International Bank، كمان مصطلح فيه بتكتبوا يعني. طبعاً كل تنفس كل حركة بالاعتماد فيها فيز، يعني بلغت الاعتماد فيها فيز، عملت confirmation فيها فيز، عملت تعديلات، لأنه مستحيل يجي اعتماد للبائع إلا ما يطلب بعض التعديلات، ما بيكون يعني 100%، لأنه أنت عقد، كل عقد له شروط خاصة، الشروط بدها تكون موجودة بالاعتماد، كمان في تعديلات. discrepancies، ليش لذيذ الاعتماد؟ لأنه إذا في discrepancies، شو يعني discrepancies؟ يعني إذا في حرف واحد بالاعتماد بالوثائق ما مطابق للكلمات الموجودة بالاعتماد ما بصرف الاعتماد. عشرات المرات بتتصل فينا البنك أنا بكون عم اشتري أو عم ابيع بضاعة، بيقول لي البنك أنا وصلتني وثائق التحميل بالمكتوب إنه في ثلاث حروف يعني ما هي مزبوطة، هذا بمشي ولا بمشي؟ أنا بالأخير طبعاً بمشي، لأنه بالأخير أنا البضاعة صارت عندي، عرفت شلون؟ ما عاد يهمني الديسكريبنسز بشيلها، بس لحتى يشيل الديسكريبنسز كمان بطلب فيز. فرضاً أنا عندي الإكزامينيشنز فيز والواير ترست فيز وال يعني أخي كل حرف فيه فيز، هذا مشكلة الاعتماد المستند. طبعاً عم يبيع 60 مليون دولار أو 50 مليون أو 100 مليون دولار يعني سعر الشحنة وكذا، ما بيهمه يعني يكون بده يدفع فيز، بس هذا بده يكون له ضمان يعني. هذا التشارت بيوضح لك من ناحية البنكية كيف بتصير عمليات البيع يعني والشراء، البنفيشري هو المستفيد والأبليكانت هو نفس الآلية. هذا عقد البيع بيكون بين الأبليكانت والبنفيشري، بين هذا نحن باثنين منروح منشوف اللهم صل على النبي، بطلب الاشوينج بانك اللي بدي اشتري البضاعه، بطلب انه يفتح الاعتماد، بعدين منروح منشوف بدي يصير بيعمل هو يعني تامين عليه، بعدين بيروح بتبلغ الاعتماد للبنفيشري للمستفيد للبائع، بعدين بعد ما بخلص بيشوف الاعتماد صار جاهز، بقول مثلا احنا عم نبيع نفطه مثلا من مصفاتنا او عم نبيع يعني غازولين، بيجي مثلا اكسون موبيل او توتال بده يشتري بضاعه، بفتح الاعتماد للكوميرشال بنك اوف سيريا مثلا اللي كان هو نحن القديم الله يرحم الايام قديم، او هون مثلا احد البنوك يعني البنك التجاري السوري، فبيبلغني بيقول لي الاعتماد صار جاهز، ببلغ أنا المصفاية إنه أنا الاعتماد انفتح واستلمت الاعتماد،
طبعا الاعتماد يكون هو في confirming bank، في بنك يعني اعلى هو مثبته. يعني انا عندي من البنوك الفيرست انترناشونال بنك، فيرست كلاس بنك، عندي اياهم موجودين بالليست تبعي، بشوف مين البنك هذا، وبخلي المراسلين تبع البنوك كمان يسالوا لي انه هذا الاعتماد فعلا يعني عنده تسهيلات الى اخره، بتاكد من الناحيه البنكيه. بعدين بعد ما استلمت خلاص بقى نحمله البضاعه للباخره، بعطي تعليمات للميناء انه حملوا التيرمينال، لا تمشوا ولا حتى بلغوني. بيكون طبعا في مراسلات بيننا وبين المشتري انه انت اسم الشركه اللي رايحه، يعني هو لانه كمان هذا كلياته بيكون كمان موجود ب شو اسمه، بيعطيني اسم الشركه وبيعطيني اسم الميناء اللي رايح عليه، البورت اوف ديسشارج كمان بيعطيني اياه. انشحنت البضاعه وبهالوقت نفسها بتنبعث الوثائق الدوكيومنتس وبتروح للبنك وبتصير عملية الدفع بتاريخ معين. في طريقة من طرق الدفع هي اللي هي in advance او هاي الشغلة. في شيء اسمه back to back، يعني اعتمادات back to back. شلون بتصير هاي؟ مثلا انا تريدر مثل ما قلت لكم، مثلا في بعض الشركات هي تريدرز وليست هي يعني هي مشترية وسيط، مثلا أنا ومحمد وخلف، خلف هو المنتج يعني أو المستهلك النهائي، ومحمد زعل هو يعني ميدل كومباني اللي هو شركة وسيطة. بتفتح لي اعتماد، عارف شلون، بس بطلب بالاعتماد إنه لحتى ينفتح، أو هو عفوا هو عم يبيعني، هو الوسيط، هو عم يبيعني، هو الوسيط بيكون، فبيقول لي إنه أنا بدي الاعتماد يكون باك تو باك. شو يعني باك تو باك؟ لأنه أنت عملياً مو أنت اللي فات الاعتماد، أنت بايعه لحدا تاني، عارف شلون؟ فكونك بايعه لحدا تاني فبدك تعمل له أنت بدك يكون الاعتماد ترانسفيربل، يعني قابل للتحويل. يعني هذا اعتماد مو رايح دغري عن طريق البنك، أنت بدك تحسن تحوله لواحد تاني. إذا ما مكتوب هيك بشروط الاعتماد ما بتحسن أنت تحول قيمته. في واحدة شو اسمه، في مصطلح اسمه at site، يعني هذا payment at site. شو يعني at site؟ at site وقت اللي انت عندك اعتماد، هالاعتماد امتى بنصرف؟ بتقول له البنك اخي انت بتصرف هالمصريات، بنحط جارانتي او بتحط فلوس بالبنك، اخي انت بتحول قيمة المصاري، بتحول قيمة المصاري للبائع، انت كمشتري بتحول قيمتها وقت اللي انا بستلم at site، يعني وقت اللي بشوف الوثائق، وقت اللي بستلم الوثائق انا بحسن ابيعها. اذا هذا مصطلح اسمه، يعني اذا صار معنا cash against document، letter of credit و at site. هاي مثلا اذا عندك ثلاث تصنيفات للبنوك، فيرست وسيكند وهذا، فبتكون يعني الرسوم اذا انت الاعتماد تم تمويله من قبل البنك نفسه ف 60 يوم، يعني استحقاق الدفع بعد 60 يوم، غير اذا بعد 120 يوم، غير اذا بعد 180 يوم، غير إذا بعد 270 يوم، غير إذا بعد سنة تاريخ الاستحقاق الدفع، لأنه هاي مصاري بتضل بالبنك، فالأجور عملياً بتكون مضاعفة وبتزيد. هاي الأتسايت اللي حكيت لكم عليها،
الديفرد بايمنت انه انت بيكون استحقاق الدفع. طبعا يعني معظم عقود النفط نحن عندنا بيكون الديو ديت تاريخ الاستحقاق، هذا بيكون بعد 30 يوم من تاريخ الشحن. يعني دائما كل شيء بيعتمد على تاريخ وليصة الشحن بعالم النفط. انت تاريخ الدفع تبعك بيكون بعد 60 يوم مثلا، بس مثلا بالسودان كونه كان عليه امبارجو وكذا ما عندهم مصاري، فبيحاولوا ياخذوا تمويل لوقت كتير لبعد مثلا 3 شهور لبعد 6 شهور، نبيعهم نحن مثلا غاز اويل او شيء، بيقول لك انا ما معنا مصاري، نفتح عن طريق بنك ابو ظبي مثلا، بس هن عاطينا تمويل، بس تاريخ الاستحقاق يعني انت ما تستلم مصاري حق الشحنه الا بعد مثلا 3 شهور او بعد 4 شهور. هذا بسموه ديفرد بايمنت، هو يعني دفع استحقاق متاخر. acceptable انها negotiable. طبعا هاي مصطلحات يعني بنكيه، كل الاعتمادات بتخضع على اليو سي بي اللي هي Uniform Customs Practice Documentary Credit. هاي الطبعه هاي يعني في مصطلحات بالاعتمادات المستنديه فيها ستاندرد بتخضع له. Transferable إنها بالحكي إنه قابل للتحويل، يعني اعتماد قابل للتحويل، بيكون هو بسيط وما مو له الاعتماد فبدي حوله لواحد تاني. Stand by letter of credit من أخطر أنواع العقود، هذا بيشتغل يعني هذه النوع من الاعتمادات بيشتغل لتبييض الأموال، وإلى اللي بيشتغلوا بمجال الأسلحة والسلاح وما بعرف شو بالأشياء التانية وكذا بيستخدموا هذا النوع من الستاند باي. ببيعه هو بيفتح اعتماد للرز، بس نفتح له ستاند باي، هو عبارة مثل الكفالة تنحط بالبنك. أخي أنت بعد استحقاق الدفع إذا ما انفتح إذا الاعتماد ما شو اسمه بتنسحب المصاري تبعك، يعني مثل جارانتي هو بس موجود بال شو اسمه هذا، يعني مو نوع. إذا واحد قال لك أنا أخي بدي أشتري منك بضاعة بس بفتح لك لتر أوف كريدت ستاند باي لتر أوف كريدت مباشرة لا تقبل، خطر كتير. Revolving letter of credit اعتماد مستندي. Revolving شو يعني؟ هذا بيكون عندك انت استخدم بالترم كونتراكت اللي حكينا عليه ببداية المحاضرة، عندك عقد طويل الأجل. أول شيء احنا يتم تسليمه بشهر جانيوري 2020، بيكون المصاري بس مخصصة لهالشحنة هاي، تمام؟ هو بيفتح اعتماد لكامل، بس هو ما عنده تسهيلات البنك لكامل الشحنه، بيكون عنده. فانت الشحنه بس تخلص اوريدي اوتوماتيكيا ريفولفينج، تدور للشحنه اللي بعدها لحتى يخلص قيمه العقد قابل للتدوير. يعني هذا الريد كلوز انه هو ممكن يطلب دفعه، يعطيك وثائق يعني بيسلمك مثلا جزء مقابل. هاي ما تستخدم بالنفط، تستخدم بالبضائع والبروجكت بالمشاريع. يعني هذا يعني كل شيء عن الليتر اوف كريدت. فينا نرجع شوي كمان لورا على تعب. أستاذ خلف، أستاذ محمد، الله يعطيك العافية. معنا شباب؟ معكم. لا 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 مستمتعين أبو زهير، مستمتعين. أستاذ أبو زهير أنت بس تتعب إنه بنأجل المتابعة لوقت ثاني، بس أما أنت الأساس. الله يعطيك العافية. يعني غليظ شوي هذا، بس يعني شكرا لتحملكم. لا لا ممتاز والله، والله بالعكس يعني انت عم تجيب الدواء على الجرح. فعلا طالع الصورة؟ ايه واضحة طالع الصورة. تمام بس نخلص هاي كل شيء له علاقة بهذا الموضوع، الاعتماد وما اعتماد لخلصه. شو الساعة صارت؟ 3:15. بالله عليك 3:15
جو اهد ابو الزهر ولا يهمك، للمسا ما في مشكلة. يا جاهزين. عامل عملية استراحة أنا هلأ. ما أعرف هلأ ما فينا نسأل هلأ ولا بعدين، ما بعرف. إذا شيء يتعلق بالاعتمادات ما مشكلة فينا نأخذ. يعني أنا هيك يتبادر لذهني إنه هل شروط الشحنة تنكتب بتفاصيل دقيقة، وماذا لو كانت الشحنة في الجهة الثانية عند الامبورتر كان فيها خلاف معين، يعني شو الـ consequences، شو اللي راح يتحمله الامبورتر؟ هذا موضوع إذا في discrepancies يعني بالـ off specs يسموها، خارج المواصفات أصدق. يعني إذا مثلا أنت طلبت شحنة تمام ومواصفات معينة مثلا 10 BPM سولفر صح؟ بالضبط. وجاء انت هو يبعث لك 12 بي بي ام او 15 بي بي ام صح؟ شو الحاله بالضبط؟ تمام. طبعا في ثلاث حالات هون، يعني هذا غير موضوع الاعتمادات، غير شيء ثاني. اما ريجكتد، لك حق انت كمشتري تعمل ريجكتد للبضاعه اذا ما لك بحاجه الى، لانه العقد شريعه متعاقدين، انا ماكسيموم بحسن اتقبل هيك. وهون بدنا نشوف بالتشارتات، هلا كثير عندنا تشارتات خلص هذا في ريستريكشن يعني كثير كبير، مثلا اوروبا وامريكا وكندا واليابان وكوريا وكذا عندها ريستريكشن كامل، ما بصير تستخدم مثلا غاز اويل او غازولين او جيت كيروسين يعني اكثر من 10 بي بي ام، اذا 12 ما. الحاله الثانيه اذا ريجكتد بعمل نيغوشيشن وبعمل مصالحه معه. شو المصالحه؟ بيكون في مصفاية موجودة بنفس البلد مثلاً، من المصفاية هي يعني سيرك بارتي المصفاية، من المصفاية أنتوا تعوا صلحوا لي هل إذا قابل للتصليح، يعني إذا السبيكس هذا إذا المواصفة هاي قابلة للإصلاح بتصلحها، شاد الكوست تبعها مثلاً 3 دولارات للبرميل للطن، دولارين للطن، تتصلح ما في مشكلة، تأخذ البائع بدفع أجور إصلاح. والدمرج، الدمرج شو معنى الدمرج؟ اكتبوا هاي الدمرج، الدمرج يعني تأخير يعني إذا الدمرج نعم إذا موجود، إذا الباخرة تأخرت وموجودة بشو اسمه، وهذا بيكون التكاليف عليه، أنا ما بدفع أي عملية تأخير، لأنه بعملية الشحن، أي عملية شحن بالدنيا في 3 أيام للتسليم. شو معنى الديليفري تيرم؟ رح نفوت فيها هلا شوي قبل ما نكمل هون، ولو انه جينا كل ما نذكر مثال عم نحاول مباشره نذكر الشغله اللي علاقه فيه. يعني بالضبط ديليفري تيرم، انا وقت بتعاقد معك بقول لك يا محمد زال من فضلك اذا بتريد انا بدي شحنه، بس انا الميناء تبعي التيرمينال فاضي، لي كان بسموه لي كان او لودينج ديليفري، لي كان او لودينج ديليفري يعني فترة التسليم أو فترة التحميل. بعالم النفط عنا، بعالم المشتقات دائما في 3 أيام رينج، يعني أنا التسليم تبعي بيكون من فترة مثلا من 1 لـ3 شهر. شو معنات أنا من 1 لـ3؟ بقول له سلمني البضاعة، سلمني من 1 لـ3، في هو لازم يوصل من 1 لـ3 شهر. إذا وصل من 1 لـ3 شهر بيكون له حق انه يكون في تيرمينال البيرث المربط تبع ربط السفينه يكون فاضي، اي واحد. اثنين، يكون عندي خزانات يعني ستوريجز كافي لحتى افرغ البضاعه. اذا وصل 1 لـ3 شهر وكان انا البيرث تبعي او التيرمينال مانو فاضي، واذا ما كان عندي فراغات اني افضله البضاعه ببلش بدفع له دمرج. شو معناته هذا؟ يعني شهاده اجور الناقله، انا عندي باخره، كل باخره مينيموم حسب حمولتها جزء تكون 30,000 دولار بالنهار الواحد تشارترينج، كمان مصطلح اكتبه تشارترينج يعني عقد استئجار الباخره، بسموه تشارترينج، عقد استئجار الباخره
بيكون مكتوب فيه شد أجور اليومية للباخرة، أي واحدة ثلاثة كان التحميل وصلت الباخرة وأنا ما فرغت له أي يوم بعد ثلاثة شهر، خلص ثلاثة شهر بيكونوا عطينا، بنكون عطينا بيسموه lay time، كان مصطلح جديد اكتبوه lay time اللي هو فترة السماحية اللي مسموح بعد اللي كان بعد يعني فترة التسليم أو فترة التحميل أو فترة شو اسمه بعدها مثلا بعد واحدة ثلاثة بيكون عطيني 72 ساعة 24 ساعة 48 ساعة حسب أنا بيكون الكونديشن هذا بالشروط اللي أنا متفق أنا معه إياها. إذا أنا تأخرت عن 72 ساعة أو 48 ساعة ببلش أي شيء حتى يقتطع مباشرة من الاعتماد، يعني بخصمه من الاعتماد، البنك بخصمه، بعطيه الوثائق أنه هذا وصلت أنا بثلاث شهر وما كان المربط فاضي وما كان التخزين فاضي ما فضل للمشتري، أوتوماتيكياً كل أجور مثلاً 20,000 دولار منها إذا مضى 24 ساعة بدنا نخصم 20,000 دولار من الاعتماد. تمام؟ أرجو أنه يكون جاوبت على سؤالك. يعني بس سؤال تعقيب أستاذ حسان، يعني هو تماماً بالنسبة لأجار الباخرة، لكن في موضوع بالنسبة للفلوس اللي أنت بتنخصم عند الشراء أو عند التفريغ، في موضوع التايم فاليو، يعني تايم فاليو للموني، يعني أنا ما أنا مربط ما أنا فاضي وأنا عم انتظر نفرض شهر، طيب هذا الشهر الفلوس أنا ما أخذتهم، أنا كبائع ما أخذتهم لأني ما فضيت، بس أنت ما فضيت لأنه أنت ما عندك مربط فاضي، فهذا التايم فاليو بالنسبة للشهر تأخير الفلوس اللي أنا أخذها ما لا بالعقد بتكون بالهالأمور ولا لا؟ لكها موجودة كلها وكلها محسوبة، يعني أنت التاريخ الاستحقاق الدفع مثلا مثل ما عم قال لك للنفط معظمه الديو ديت بيكون بعد 30 يوم من تاريخ التحميل، أنت مثلا أنت جاي تحمل عندي، أنت كبائع، أنت كمشتري عفوا جاي تحمل عندي، بعت الباخرة تبعك وفات اعتماد، أنت وصلت باخرتك لعندي وما لقيت بضاعة جاهزة لأنه صار عندي مثلا مشكلة مثل مثلا بالإنتاج أو إلى آخره وما حسنت أحمل لك وأنت فات اعتماد، المصاري تبعك موجودة معك لسه ما انصرفت، تنصرف بعد 30 يوم لألي، وأي تأخير أنا بخصمه من قيمة الاعتماد، يعني تكون حق البضاعة مثلا بعد هذا تنحسب الفاليو تبع شد الكاربو شد حقها يعني، وبعد ما بتنحسب مثلاً بطلع على الجمرج أنا اللي مأخرك ما حملت لك يا مثلاً 10 أيام 20 يوم كل يوم 20,000 مثلاً بطلع 100,000 دولار 500,000 دولار تنخصم من الاعتماد، ما تنصرف بالكامل، يعني البنك ما بصرف لي باقي المصاري لحتى يخصم قيمتها هاي. أيوة تمام، ما بعرف إذا وصلت الفكرة. الفكرة اللي أنا قصدي إنه بعض العقود إذا كان العقد عند التفريغ تصرف الفلوس، في هيك عقود ما هيك؟ أنت بائع ولا مشتري أول شيء؟ أنا بائع. أنت عم تبيعني هلأ، شو عم تبيعني غاز أويل مثلاً؟ إيه؟ تماماً، وصلت الباخرة إيه؟ تبعي عند المربط وما فاضي عندك، تمام؟ أنا تأخرت ما فاضي. إيه؟ طيب أنا بالنسبة لي إذا كان العقد بيني وبينك عند التفريغ يتم صرف الاعتماد، في 10% بيكون في سماحية بالاعتماد، عرفت شلون؟ إذا في تكاليف إضافية بالنسبة للاعتماد البنك بصرفها، يعني بيكون في 10% موجود بال تمام هلا تمام. أعتقد أستاذ محمد قصده الانفليشن تبع المصاري اللي أنت مثلا أخرتها عليه. تماما، إن هي تايم فاليو تبع الفلوس، تايم فاليو. يعني أنا يعني $100 حاليا اليوم غير $100 بعد شهر، خصوصا غير هذا البنك عاد لا ما فيك شيء بالعقد، يعني ما بنطلع عليك شيء، بهمني انا توصلني يعني الدفع ان المصاري هاي الدولار هذا هو، يعني لا ما بناخذ بهيك شغله انه قيمه المصاري هاي وما قيمه المصاري ما بناخذها، بس اما انه انت حقك يوصلك ولا لا واذا في دمرج يوصل ولا لا هاي بتتخذ بالعقود، بس لا انه قيمه المصاري اختلفت ولا ما اختلفت لا ما يعني ما بنلمسها بالعقود، يعني ما بنشوفها يعني. تمام استاذ حسان، بس مقاطعه، هلا بالعقود بشكل عام في شروط جزائيه، فاذا واحد من الاطراف اخل بالشرط الجزائي مثلا مثل ما ذكر الاستاذ انه
مكان التخزين مو جاهز فيطبق عليه شرط الجزائي بنسبة معينة، ولكن ما في value of money، هو شرط صحيح. جزائي يوضع بالعقد ويطبق على أساسه. صحيح، بكل العقود في شيء اسمه بنالتيز اللي هي غرامات. الغرامات هي يتم تطبيقها على اليوم أو على الساعة، على الساعة حتى يعني أي ساعة حسب تشارتر بارتي تبع الباخرة، إنه كل ساعة تأخير إذا طلع عليها المصاري هاي أوتوماتيكيا تخصم من الاعتماد المستندي. بدي أرجيكم هلأ الفول سيت أوف لودينج دوكيمنتس هاي اللي كنت عمالكم عليها. أنا قلتهم حكي بس هلأ هولي مكتوبين كتابي هون. شهادة النوعية يعني وقت اللي شو الأوراق اللي بدها تروح، الأوريجينال الأوراق اللي بدها تروح للبنك مشان يصرف عليها المصاري، يصرف الاعتماد. SGS اللي هي شهادة يعني المندوب المحايد بطلع وبعمل شهادة نوعية وبعمل شهادة كمية إنه هالبضاعة هاي نوعيتها، لأنه مثل ما عم يقول خلاف إذا هالنوعية ما هي مزبوطة معناته أوتوماتيكيا شهادة النوعية ما وصلت للبنك وخلاص ما بنصرف الاعتماد. شهادة كمية ملاحظة هامة جدا كمان اكتبوها، بالكمية ما بيصير بالعقد ينكتب يعني رقم ثابت. مثلا أنا بيعك 80,000 برميل، بالكوانتيتي في شيء اسمه سماحية، مع الكمية دائما بدي أكتب مثلا 80,000 زائد ناقص 10%، لازم أكتب برسنتج يتم الاتفاق عليه بين الشاري والبائع، زائد ناقص 5% زائد ناقص 15%. الستاندر تبعنا نحن تقريبا نعطيه سماحية لأنه حسب الأوبريشن 10% تقريبا. أو إذا ما كتبت زائد ناقص 10% شو بدي أكتب؟ بكتب مثلا 80,000 إلى 90,000، يعني بكتب مجال. السبب كمان هذا بصير discrepancies مع البنوك، إذا أنا كتبت بس 80,000 وإجل إجت الكمية المحملة 80,001 عرف شلون ما بنصرف الاعتماد. أما إذا كان ضمن المجال عرف شلون 80,000 مثلا ومية خلاص من ضمن 80,000 إلى 90,000 أو 80,000 زائد ناقص 10%. ملاحظة يعني كتير بيغفلوا عنها. إذا شهادة كمية مثل ما قلنا، شهادة نوعية من مندوب محايد، هذا هو البيل أوف لادينج اللي عمالكم عليه اللي هو بوليصة الشحن مختومة ومعروف ما تزور يعني بوليصة، ما بصير واحد يطلع بوليصتين يعني بوليصتين شحنة نفس الشحنة يعني ما بصير تزوير يعني أو شحنة. طبعا بيكون الأصليات بيكونوا دائما مع قطان الباخرة اللي بدها تسلم بضاعة، والكوبي الثانية بتنبعت بالمراسلات والأوريجينال بنبعت للبنك، الأوريجينال بنبعت بـ DHL للبنك. لودينج تايم شيت هذا بكل باخرة في شيء اسمه لودينج تايم شيت. شو هذا؟ أول باخرة ما تبلش تحميل ببلش يسجل عليها التايم شيت إنه بدي التحميل بالساعة الفلانية، الساعة الفلانية خلال ساعة تم تحميل 10,000، بالساعة الثانية كذا لحتى آخر. كمان هذا إثبات ثاني إنه موجود يعني عملية تحميل صارت بوجود طبعا المندوب المحايد لأنه هو independent inspector معترف فيه، الطرفين قبلانينه، تكاليف الاثنين على الانسبكتور يعني الطرفين بيكونوا دافعين، هذا بيكون 50% والتاني دافع 50%. الالج ريبورت كمان هذا من ضمن الوثائق اللي بتنطلب، يعني انت اذا يعني احنا كحكومة كنا دائما نطلب اكثر وثائق ممكنة، ليش؟ مشان ما يكون في تزوير او مثلا ينصرف قيمة اعتماد فاتحين اعتماد حقه 50 مليون او كذا دولار، بدنا يعني نقول للبنك اخي قد ما بتحسن كل هاي الوثائق نطلبها. يعني الالج ريبورت، الخزانات بالباخرة، لان الباخرة ما فيها خزان واحد، فيها 5-6 خزانات، نطلب كمان الالج ريبورت. القبطان الباخرة طبعا وقت اللي بيستلم السامبلز بميناء التحميل او بميناء التفريغ، كمان الكابتن القبطان بشو اسمه بيوقع على الاوراق وكذا، كمان نطلب توقيع القبطان تبع الباخرة. هاي الوثيقة اللي كنت عمالكم عليها من شوي اللي هي بميناء التفريغ، يعني وثيقة إضافية. أخي أنا أوكي في ميناء التحميل بركي أنا طلع مزور، يعني هيك شكوك زايدة يعني،
مساء الخير. أنا إذا ما شفت الباخرة وفرغت يعني وشفت شهادة التفريغ في ميناء الباخرة ما قالوا للبنك صريف المصاري للبائع. طبعاً هو بيحط علي رسوم زيادة هيك يعني بيغلي السعر علي شوي لأنه هو بيضطر ينتظر وكذا ما بتنصرف قيمه المصاري. بس بالنسبة لي هاي يعني نوع من الضمانة إنه أنا بطلب شهادة تفريغ إضافية. في شيء اسمه كمان بعالم النفط NOR اللي هو Notice of Readiness. أي باخرة بالدنيا بس توصل للمياه الإقليمية لميناء التفريغ وميناء التحميل تعطي شيء اسمه Notice of Readiness يعني جاهزية. إنه بيقول للقبطان بيرفع السماعة بيقول لسلطات الميناء إنه أنا قبطان الباخرة جاكوار باسمي اليوم. طبعاً في شيء كمان اكتبوها هاي اسمها إيتا اللي هو expecting time of arrival. إيتا E-T-A expecting time of arrival قبل 72 ساعة بيعطي هو بيعطي زمن وصول للميناء. بيقول له أنا أوكي على الطريق بدي أنا 70 ساعة لأوصل. قبل 24 ساعة كمان بيصير كل 6 ساعات بيعطي. وقت اللي بيوصل للمياه الإقليمية بيعطي notice of readiness بيقول له مشان إيش؟ وقت اللي أنا محدد 3 أيام وصول وهو عمال يوصل مشان يعطي من تاريخ notice of readiness هو يعتبر الباخرة وصلت لميناء التحميل. فهمت علي؟ مشان إيش؟ مشان أنا هالفترة هاي من 1 إلى 3 أبلش حسابها لأنه إذا أنا وصلت وهو ما فرغ لي ببلش بحسب عليه دمرج أنا بحسب عليه مصاري يعني. أرجو أن تكون واضحة. هدول حكينا هون بس خلصنا من letter of credit. نرجع الأول ولا نبلش بهذا؟ هذا موضوع يعني جميل جدا وهام ويعني ما بصير واحد كمان يشتغل ب أو يشتغل بعالم النفط ما يفهم شو معنات فوب وسيف. يعني ما بصير حدا يشتغل بعالم النفط ما يفهم شو معنات إنكو تيرمز. اكتبوا عنكم إنكو تيرمز. هاي المصطلحات اللي بتحدد هي يعني عملية وين مسؤولية البائع وين مسؤولية الشاري بالبيع. الفوب هو free on board. شو معناته؟ انه كل انا وقت اللي ببيعك فوب مرسين. شو معنات فوب مرسين؟ بعملية التسليم وقت اللي اكتب لك انه هذا العقد ما أنه في 5 شروط خاصة اللي هن كمية ونوعية وتسليم ودفع وتسعير. هاي delivery term بدي يكون فيها الشرط. ما بيصير عرض بالدنيا ما ينكتب فيه إنه كيف طريقة التسليم. إذا أنا كتبت له فوب مرسين أنا بسلمك شحنة نفط شو معناتها؟ معناته أنا بدي أسلمه للبضاعة على ظهر الباخرة. كل شيء قبل الباخرة كل شيء قبل الشحنة ما تكون على ظهر الباخرة هي مسؤوليتي. يعني باخرة هون طلع انت باخرتك يا عمر حمادي وصلتني لهون على ميناء مرسين وقفت. انا الخزانات تبعي بأضنة تمام. هلا اذا بدي اوصل من أضنة للباخرة شو لازم اسوي؟ لازم يكون في بايب لاين صح؟ أو لازم يكون في شاحنة عمالة تحمل البضاعة أو لازم يكون في رافعات وفي كذا حتى تحمل البضاعة. يعني هذا بنطبق على الفوب على ظهر الباخرة إنه أنا بسلمك على ظهر الباخرة البضاعة. كل شيء قبل ظهر الباخرة هو مسؤوليتي. طبعا في مصطلحات تانية إذا أنا عم ببيع بالبر مثلا إكس ورك اللي هو انا ما دخلني اخي محمد. انت اذا بدك البضاعه تعا اشتريها اكس ورك ديليفري اكس ورك اسطنبول وين انت بسنيور تعا انت بتجيب الشاحنه وبتجيب الباخره وبتروح انت على المينا وبتخلص الاوراق وبتعمل جمارك وبتسوي كل شيء وكذا وبعدين انت بتحمل على ظهر الباخره وانت بتجيب الناقل وبتجيب كل شيء. فهمت علي؟ اما مصطلح فوب هن اهم مصطلحين بالدنيا اللي هن فوب وسيف. مصطلح الفوب يعني أنا عمليات النقل من الخزانات وعمليات النقل بالتركات وعمليات التخليص الجمركي وعمليات البيبرز كلياتها وعملية تاكسيشن ببلد التحميل كل شيء مثلا بيع وبنياس فوق بنياس
هو ما دخله كل شيء على الأرض قبل ظهر الباخرة ما هي مسؤوليته. إذن أول مصطلح شو هو بالإنكو تيرمز ديليفري فوب بحط اسم المينا فوب بانياس فوب مرسين فوب اسطنبول فوب فوب روتردام فوب جنوة ليفيرا فوب إلى آخره. مصطلح الثاني محمد أنت موجود وين؟ موجود بطرابلس ليبيا. بتقول لي والله يا أخي أنا بدي شحنة غاز أويل. بقول لك أوكي عمل لي عرض وعمل لك عرض من ضمن شروط العقد. بقول لك التسليم. بتقول لي بس أنا والله ما عندي بواخر لا بعرف ما بفهم بالبواخر ولا بفهم بشي ولا كذا على عين الرأس ولا بفهم بالتأمين الانشورنس ولا بفهم بالورقيات ولا بفهم بالجمارك. بقول لك أوكي بجي أنا داخل البضاعة من هون اسمه مصطلح سيف اللي هو Cost Insurance CIF يعني اللي هو Cost Insurance Insurance Cost اللي هو سيف بحط اسم المينا سيف طرابلس ليبيا سيف بيروت سيف بانياس سيف أبو ظبي. أنا بوصل لك يا أخي أنا بستأجر باخرة يعني السعر بيكون متضمن أنا وقت اللي ببيعك يا ببيعك السعر متضمن هاي كل العمليات اللي راح أرجيك ياها. بحمل مخزناتي بجيب الشحن هون بجيب الرافعة هون وبطلع ظهر الباخرة. الباخرة أنا بكون مستأجرة ودافع أجارة داخل الباخرة بتمشي بالبحر كلها عاملها انشورنس مال البحر أنا بكون عامله كله. بوصل الباخرة لهون بس توصل لحدود الهون لحدود الميناء اللي عندك لطرابلس صارت مسؤوليتك بتنتقل المسؤولية تبع البائع في ميناء التفريغ. شوف هاي هون مثلا هني هدول ثلاث مسؤوليات على ال يعني بين البيع والشاري اللي هي الكوست وريسك والدوكيومنتس. في مصطلح الفوق وين تنتهي مسؤولية البائع على ظهر الباخرة. شايف هون الانشورنس ما عاد له علاقة فيه. انت كمشتري بتصير مسؤوليتك هون بعد ما بتمشي الباخرة البحر كله التفريغ عندك بالميناء تبعك الكاستمز عندك كمان ميناءك النقل كمان عندك لحتى يوصل للميناء تبعك. هذا تشارلز هني أشهرون على الإطلاق بالإنكو تيرمز هني اثنين الفوب والسيف. نحن في عالم النفط هذول مستخدمون أحيانا نستخدم CFR اللي هو Cost Freight Without Insurance لانه بيكون مثلا احيانا ما بس طبعا ما في حدا بيمشي بالبحر او بيمشي باخرته بدون ما يعمل انشورنس بالبحر يعني هذا من سبع المستحيلات واحد يعني يشتغله. بس احيانا بيكون مثلا شركات تامين عليها باخرة قديمة شوي او مثلا ما بتعمل هذا فممكن نستخدم يعني CFR. التنابل وحزب الكنبة شو بيستخدموا DDP مصطلح delivery duty paid. هدول تنابل أخي قاعد هذا مبطبط على كنبيته المهندس مهيب أخي بده البضاعة توصل عنده على البيت عارف شلون. فالشركة هذا مصطلح يعني بري ما هو مصطلح للبحار أو شيء ما له على أخي بجي باكينج بعمل باكاجينج للبضاعة وبحملها وبيعطيها لل DHL مثلا بتاخدها بتطلعها على ان كان على البحر ولا على الجو وكذا بتنقلها بتفضيها بالبلد اللي شو اسمه بتوصلها للديبو تبعه بتوصلها لبيته بدنا على الجرس. هذا اتنبل انواع الشراء واغلاهم يعني. المصطلحات الثانيه يعني نحن ما كثير من يعني شو اسمه بس انا بنصح يعني انه اي مهندس اخي ما بصير هاي الانكوتيرز ما يفهم فيها. أرجوكم هلا حاولوا أنتوا تعرفوا على هال يعني على letter of credit صار عنكم تصور عن إنكو تيرمز الفوق والسيف صار عنكم تصور. هدول المصطلحات تستخدم بالطائرة هذوليك المصطلحات معظمها تستخدم بالبحر المستخدمة الطائرة DDP والDAP اللي هن والإكسوارك اللي هو يعني مثل ما قلت لكم من خزاناتي أنا إلى آخره.
شلون بعتقد هاي يعني حبيتوا هاي الانكوتيرنز؟ رائع جدا ابو زهير. بس انا عم اسال كثير معلش تحملني ابو زهير. بالعكس والله بكل سرور، هو اصلا الفايده بالسؤال. تسلم. هلا الفوب يعني الشاحن او المورد او البائع اجره السفينه عليه ولا تصفي لا على على لا 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 مع السفينه على ظهر السفينه، انت بتكون المشتري بيكون جايب السفينه. ايوه لا لا لا. على ظهر السفينه انا بحط لك البضاعه على ظهر السفينه، وقت اللي بخلص ضخ اخر نقطه نفط صارت مسؤوليتك كمشتري. صارت ايوه تماما. لا لا لا. انت بتجيب لي السفينه، انت بتجيب السفينه، يعني انت بتجيب لي سفينه، انا عندي نفط مثلا بسوريا، عارف شلون عندي اياه ببانياس، انا ببيع فوق بانياس، انت بتسمي لي الباخره بتقول لي انا الباخره الفلانيه. طبعا في طرق هاي بالجنرال تيرمز اند كونديشن اللي قلت لكم عليها، كمان هلا بابا بشير لكم هذا في شيء اسمه عندنا اشهر جنرال تيرمز اند كونديشن هو لشل، ذكروني ببعث لكم يا هذا ان شاء الله. يعني بيقول لك كيف تسميه الباخره، كيف وصول الباخره، امتى لازم تسلم، امتى لازم الاستراكشن تبع التيرمينال، يعني كيف بيصير، كيف بيصير عمليه التفريغ عشان نسبه الضخ او كذا، بكل مينا في حاله الفوب والسيف وكل الحالات يعني. فانت انت كشيل مثلا، انت خلف انت شركه شيل بدك تشتري نفط من عندي فوب بانياس، بتسمي لي الباخره، بتقول لي انا الباخره تبعي هيك اسمها، بجي الباخره، كل باخره بالدنيا لها مواصفات. تمام. بس عفوا ابو زياد، عفوا استاذ خلف، هذا الفوب يعني على ظهر الباخره، اما السي اي اف من المنبع للبحر لحد تسليم الماده، يعني بهالحاله هاي معناته يتضمن اجار الباخره، ما اجار البحر كله بده بضاعه وصل عنده. السيف واصل عنده، السيف باخذ لك اياه واصل عنده، واصل عنده، انا واصل لك اياه لميناء. ايوه السيف للميناء فقط، مو للميناء بس للميناء. مثلا انت لوين بدك تاخده؟ انا انت مثلا وين انت موجود؟ مثلا مثل ما انا ببيروت مثلا، انا نعم. اجور الباخره وكل شيء والبضاعه وتحميلها عندي، وراقه وجماركه عندي هون من بلدي من تركيا عم ابيعها، كل شيء انا بحمل لك اياه وبحطه على ظهر الباخره، والباخره بكون انا مستاجر لها وعامل لها تامين، بوصل لك اياها للميناء اللي عندك. بس توصل للميناء بعطي وصول، وبعدين انت اجراءات ببيروت انت بتسويها. صار يضمن اجار الباخره، وصار يضمن السعر يعني. نعم صح. سي اي اف، سي اي اف صار يضمن كل اجور حتى الميناء الثاني، كل شيء اجور واصل عنها. تمام. يعني هي تعتمد على مبدا الريسك، يعني واحد مثلا يقول لك خيو انا والله ما بدي بواخر ما بفهم بيها، ولا ممكن تتعرض انا بدي بضاعتي جاهزه ولكن ادفع كوست زياده، اتوقع هي نوع من الريسك اسسمنت والامور هذه. يعني الدي دي بي حاليا تفيد احيانا بالموضوع هذا، يعني خلاص واحد وصل بضاعته عنده سوق صار بالبحر بالطريق كذا، ما عنده مشكله. هذيك بس يعني مثلا مثل ايش مثلا هاي استاذ عبد الجواش، هاي مثلا هاي عندنا كثير بتصير عندكم بعالم الحفر وما حفر، انت بدك آله مثلا معينه، بدك حفاره، بدك شيء وكذا، ما لا بدك تروح تستاجر بواخر ولا بتشوف شركه شحن، بتقول له اخي بدي اياها انا واصله لعندي على الرقه على او على دير زور على ظهر البير، شلون لهم بدي انا استلمها، بتعطي انت فبحط لك السعر، هو من بلده من ألمانيا بشحنها، بعدين بيحملها على ظهر الباخرة، بعدين بتمشي الباخرة بالبحر وعليها تأمين وكمارك على أنت، إذا ما وصلتك البضاعة ما بتنصرف حقها، عرفت كيف؟ لا توصل لا بيتك لعند مهيب على بيته. نعم. عفوا أستاذ خلف، شو اسمه عقود النفط بغض النظر عن الآلات، وهي عقود النفط أي المتداول أكثر شيء، أي هي الـ FOB ولا CIF ولا DDB؟ لا بس هدول سي اي اف والفوب، بس هدول نحن نتعامل فيه. الفوب اكثر شيء، الفوب اكثر شيء. استاذ حسان، يمكن السي اي اف تجي احيانا للاكويبمنت، يعني مثلا يجيبوا غاز توربايل بدي يوصلها على السايت مشان الخطوره. لا لا بصير 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 توربايل بصير، انا بس واصل لعند الميناء انا بعدين بخلصها، تخليص بصير علي. أيوة. انت مثلا بدك تكون اقل خطوره يعني، يعني احد الشركات كل مره كل شيء تمنه اخي عمار، عرفت شلون يعني؟ هون كل شيء ايوه بتمنه. صح صح. يعني انا مره بترفع مصاري زياده هلا حسب امكانياتك وشطارتك انت، ويعني بالبيع وبالشراء. مثلا احنا بسوريا ما عندنا بواخر كنا نحمل وناخذ للزباين مثلا نفط، عرفت شلون؟
فنحن كل النفط تبعنا يباع، الزباين هني بتسمينا بواخر وهي تجيب بواخرة ونحن نبيعهم فوق بنياس. كل مبيعاتنا كانت صح. حتى المشتقات نبيع المشتقات اللي نبيعها كلنا نبيعها فوق. هي للإكويبمنت، واحيانا مثل السايت يكون بعيد عن الميناء، شايف في ريسك حتى توصلها انت للمكان. يعني كمان مثل عندك بعض المعدات توصل 10 مليون بعضها اكثر بهذا السعر، فهو بشان يقلل الخطوره خلاص انا اخذ الاس اي اف يكون امن الي، صعيب يدفع عليه اكثر. يعني هلا استاذ حسان تعقيب على الشباب، يعني ما بعرف يمكن انت صححني اذا كنت انا غلطان، موضوع انه الشركات بشكل عام هي بتعتمد على موضوع انه انا وين القوه تبعي. يعني انا قوتي مثلا بهذا المجال ما بروح بوسع حالي بمجال نقاط ضعف، فنقاط الضعف ممكن تشتتني اكثر وممكن تكون الكوست تبعي اكبر من انه هاي. يعني انا مثلا كنت افكر اول ليش مثلا انا اجيب حفاره وانا اكون بس الليدر على الحفاره، ما اكون انا الحفاره الي، لا انا ممكن الحفاره هاي ومتابعاتها والديتيلز تبعها تضيعني بالمجال اللي انا قوه فيه، اللي هو مثلا شركات مثل شيل بي بي كلها هي بتعمل هالمبدا هذا. فما بعرف انه هاي كمان ممكن حتى في خطوط انتاج انا مثلا الدعايه ونفرض ادفت الدعايه والاعلام او الموضوع انه التسويق انا ما شاطر فيه، بجيب شركه تانية ايمرج معها تخليها هي تعمل لي دعايه وانا عندي المنتج قوي لكن ما قادر اعمل له دعايه، فبتيجي شركه تانية بتشاركني بالمنتج بموضوع الدعايه والاعلام والتسويق. فموضوع انه هي انه كيف انا بجيب البواخر، في شركات قويه باستئجار البواخر بالانشورانس بموضوع انه كيف بدها تجيبها، هذا في لك يعني مثل كل واحد له نقطه قوه، فما انا فيني انه نافسه على موضوع هذا، يعني اكثر ما يكون موضوع بس ريسك، موضوع فلوس كمان، موضوع انه ممكن انا اذا ركضت ورا شركات ممكن انا ما قوتي فيها بالتفاوض تبعه وهي ممكن انا اخسر اكثر ما انه اخذ الشحنه جاهزه. نعم وجدت، بس يعني عالم النفط مختلف، عندك إمكانية ولا لا؟ مثلا شوفوا العرض شباب، مثلا هذا جاني واحد أنا بده يشتري بضاعة لمالطا، من مالطا بده يشتري بضاعة من مالطا بده يحمل، فقال لي عفوا هذا بده يشتري already willing able to offer you estimated company 10 BPM contract according to the following. نحن يعني انا عم اعرض بدي اوصل له هون، شوف هاي الدليفري كان عم اعمل لكم عليها مشان تعرفوا وين عم نحكي. انا شو قلت لكم شوي، قلت لكم في خمس شروط خاصه باي عرض، بعرض بالنفط في خمس شروط، سيلر البائع الكوانتيتي كواليتي صح والدليفري تيرم. شو عم اقول له؟ عم اقول له اخي انا بسلمك سي اي اف بيسز اون سيف وورد، بدي يكون عندك يعني بورت آمن. ليش آمن هاي نحن بنحطها؟ لأنه مثلا إذا قال لي أنا بدي هلأ لبني غازي وبني غازي حفتر هذا باشا هنيك قاعد، عرفت كيف؟ الله لا يقيمه، وما ما 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 مين آمن هذا، فبيكون خلاص العرض ما عاد يعني صالح، عرفت شلون؟ بدي يكون كمان وان سيف بيرس، يعني البيرس هو المربط اللي بتربط عليه الباخره، كمان بده يكون هذا من شروط شو اسمه. اذا شايف سي اي اف مالطا، انا العرض هذا بهذا السعر اللي هلا عمالي احكي، بدنا نحكي على السعر بعدين اللي عرضك عليه واصل لعندك، يعني سي اي اف اللي هو كوست انشورنس فريت. امتى؟ طبعا بالديليفري تيرم اهم شيء احط هدول ثلاث كلمات هدول بلاهم، يعني الدنيا قايمه كانه العرض ما موجود، لانه ما معروف هو سي اي اف ولا فوب، هو بده يسمي الباخره ولا انا هاي البضاعه بدي اوصل له اياها لمالطا. امتى؟ في جانيوري مثلا هون، هذا هاي مفتوحه مثلا هون، لازم يكون مثلا هون ما قلت لك ديورينج مثلا 1/3 جانيوري، ما بصير يكون مثلا خلال جانيوري، خلال جانيوري شو معناتها؟ إذا أنت ما جبتها بخلال جانيوري، إذا كتبت له بس جانيوري بدون ما أحط له 1/3 معناته أنا أمتى ما رحت، عرف شلون؟ يعني معي حرية شهر كامل، ما في هيك شيء يعني، على طول هدول الثلاث أيام لازم يكونوا موجودين، لأنه قبل وبعد بصير عليك ديمرج أو بينالتي. فهمت علي؟ هاي هذا مثال حي عن الـ الديليفري تيرم.
كانوا لازم نعملنا محاضرة مرة تانية. شو شباب؟ شو الساعة صارت؟ هلا صامدين؟ 4 إلى 5 وصامدين. بس هو كم من المعلومات والمصطلحات الجديدة يعني صراحة يعني ما يعني هي كمد... مش مثل ما شايف يعني هذا كل سلايد ممكن تسوي عليه محاضرة، هاي المشكلة يعني. هو كانترودكشن شاملة وأتوقع هو أفضل. أنا أستاذ خلف تروح مرة ثانية أفضل يعني. يس ما بعرف نجي مرة ثانية الشغلات. هلا أنا الأساسيات اللي هو delivery term يعني هذا عرض أنا عندي. شوفوا يا شباب هذا عرض عندي. وقت لي واحد بدي أعرض أو بدي أحدد له أنه أنا هذا العقد تبعي شو النوعية اللي بدي أبيعك إياها. بدي أبيعك 10 بي بي ام يو اس يعني ألترا سيرفر ديزل اي هذا ديزل اوي. بدي أبيعك 30,000 طن هاي اللي كنت عم أقول لك الكمية زائد ناقص 10% بدها تكون محددة. بدي أبيعك delivery term سي اي اف سيفبورت اللي كان هاي كنت عم لكم عليها انه التسليم اذا هذا كان خلال شهر مثلا امتى التسليم بكل شهر مثلا اخر 5 أيام ولا الى اخره. بضل عندنا اهم نقطه اللي هو طريقه التسعير. هذا مستحيل تخلص هلا بمحاضره واحده يعني. خلينا نعمل محاضره نبقى مره ثانيه على البرايسينج كيف بصير البراند وشو البراند وشو النشرات اللي شو اسمه، لانه هذا فعلا يعني اخذ وقت. ما توقعنا انه يعني هالكلام هذا ياخذ الوقت الطويل يعني. بالله في دفع مثل ما قلنا. شوف هذا full operative comparative letter of credit formulated من international first international bank يبلغ ويدفع إلى آخره. الانسبكتور بده يكون 50% إلى 50% يعني هذا مثل ما قلت لكم المندوب المحايد يعني 50% بدفع على المشتري و 50% البائع. والكمية هلا مثلا مثل هذا مشترط. شو عم يقول هون مثلا؟ عم يقول الكمية اللي نحسب عليها السعر هي نفسها اللي واردة في بوليصة الشحن. بوليصة الشحن مثل ما قلنا شو بيكون فيها؟ 3 معلومات مهمين. تاريخ الشحن أهم شيء وبيكون فيها الكمية. بياخدوا الكمية من بوليصة الشحن وبضربوها بالسعر مشان تطلع الفاليو أوف ذا كاربو تطلع قيمة الشحنة. الديمرج كمان مصطلح أتركن عليه. الديمرج هو التأخير تبع الباخرة إذا صار. مثل التشارتر بارتي مثل عقد استئجار الباخره. شو وارد مثلا؟ انه جاء وارد مثلا هلا هنهار اجور النهار $20,000 بالنهار بده يدفعها هو. اذا $15,000 مثلا بالنهار بده يدفعها مثل التشارتر بارتي مثل عقد استئجار الباخره الدمرج بندفع. الديوتي والفات وكذا على مين؟ اوتوماتيكيا بدها تكون على وقت بتوصل الباخره لمالطا هون اوتوماتيكيا كل الاشياء بدها تكون عليه. هلا هون باقي الشروط. هلا هون الشروط هن الاساسيه باي عرض بالنفط. باقي الشروط اللي ما هي موجوده بدنا نرجع للانكو تيرمز سي اي اف ديليفري. يعني انا اذا شغلي هون ما فهمتها هلا هون بهالعرض وانا بايعه على اساس سي اي اف هون نقطه مهمه كثير. برجع للانكو تيرمز كتيب هذا اسمه انكو تيرمز وقروا مثل ما عم انصحكم عرفت كيف؟ وبشوف انه شروط السيف مثلا وصلت البضاعه لهنيك وهو مثلا التفريغ صار من 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 الباخره للميناء وصار عنده عجز وكذا وهي الشغله ما موجوده هون بالعرض. شو بدي اسوي اذا بدي احل الخلاف؟ برجع لشروط السيف بالانكوتيرمز وبطلع عليها بيكون الشرح موجود فيها. ما في عرض بالدنيا كمان بصير ما ينحدد انه شو القانون اللي بحكم العقد. دائما نحن عقودنا بتصير على باريس او على القانون الانجليزي والمحاكم الانجليزيه اللي بتحكمه هي بتكون طرف فيه. الا انا اذا كنت شركتي مثلا مؤسسه بتركيا هون بدي اطبق عليه وصار خلاف بيني وبين المشتري او البائع وكاتب انه العقد بخضع على القوانين الوطنيه محل ما نوقع العقد بدي يخضع على القوانين الوطنيه. بس نحن نفضل دائما يعني مثلا سويسرا او باريس او لندن. هاي العقود انه المحاكم تكون فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو زهير قبل ما تنهزم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا كمية النفط اللي عم تقول مثلا 80,000 برميل بلس ماينس 10%. طيب هاي يعني شو الشروط؟ أنتوا تأخذوا كمان شروط التخزين وشروط يعني في ستاندر كونديشن مثلا للشحنه ولا لا هيك يعني شو ما كان؟ لا طبعا في ستاندرد طبعا بيكون مرفق انه as per attached of
هون شو مكتوب؟ full specs will be attached in the contract. بيكون بالعقد النهائي. هذا بس هذا شو بسموه؟ هذا عرض أولي. هذا عرض مشان آخر آخر acceptance منه أنا. عرفت شلون؟ يعني هذا أنا هذا العرض. هو قال لي بعت لي مراسلة. بعت لي أول شغلة بالمراسلات بين يعني بتجارة النفط في شيء اسمه letter of indemnity اللي هي شهادة يعني رسالة نوايا. رسالة نوايا بيقول لي أنا والله عندي رغبة إنه أنا بقول له بعث لي رسمي. بعث لي رسمي بيقول لي أنا عندي رغبة إنه أشتري منك ديزل 10 بي بي أم 30 ألف طن خلال فترة جانيوري 2020. عرفت شلون؟ بقول له أوكي تمام. شو يعني على أي تسعيرة بدك أنت؟ لأنه التسعير بعدين بدنا نحكي عليه. بيقول لي أنا بدي على التسعير الأوروبي مثلا على ميديترينيان بلاتس ماركت سكان أو على سعر الخليج حسب البلد اللي هو حسب المنطقة اللي هو فيها بدي سعر عليها. وعمل له هالعرض أنا. عرفت كيف؟ هذا العرض بيجي هو بيعمل لي أكسبتنس عليه. بعد ما بيصير العرض والأكسبتنس هدول بيكونوا هدول الخمس شروط الخمسة اللي هي الكمية والنوعية وطريقة التسليم وطريقة الدفع والتسعير. هاي أساس ليكون العقد اللي هو General Terms and Conditions اللي هو هداك فيه التفاصيل كيف طريقة تسليم الشحنة كيف أخذ العينات كيف الوصول كيف الميناء كيف الريستريكشن تبع البورت كيف الكذا. لا أرجيكم واحدة منها أرجي يعني الشروط العامة كيف بتكون تبع شيل. تحبوا أرجيكم إياها؟ والله يا ريت. يلا بس أشوف يعني بس مجرد تعريج يعني وانت عم تدور عليها أبو زهير قصدي إنه مثلا الفوليوم بالدرجة الحرارة الـ15 درجة الحرارة القياسية والضغط نعم. نعم. طبعا هي كلها موجودة بالشروط. طبعا هي شروط على STM نشتغل نحن. هاي مثلا شيء هذا اسمه JTCs اللي تلكم اكتبوه ملاحظة لبيع وشراء المشتقات النفطية. هذا بشاركه معكم اقرأ انتو. هذا في كل شيء في quantity claims in respect of quantity. مبين عليكم هي؟ مبينة ايه تمام. destination كيف تعريف الفات والمود كيف طريقة الدفع كيف الريجوليشن. هذا طبعا كله 3-4 صفحات. الفورس ميجر اللي هو يعني كمان اكتبوه مصطلح معروف هو انه يعني قوة القاهرة مثلا مثل ليبيا هلا وقت اللي وقف الانتاج هذا دغري اعلنت قوة القاهرة وخلاص ما عاد عندها سبب حتى اذا تأخرت البواخر هي بالتحميل او كذا ما عاد عندها بس بتعلنوا بوسائل الاعلام تبعت لها لكل المنتجين والمستهلكين قبل 24 ساعة أنا عندي قوة قاهرة صار انفجار لا سمح الله بالمصفاية صار انفجار بالخزانات صار حالة حرب صار إعصار صار إلى آخره. في شيء اسمه فعل الالتزامات طرفين هي أهم واحدة فيهم أنه أنا وين التزاماتي أنت كبائع وأن التزامات المشتري موجودة هاي بالصفحة 39. أنت بحسن أعمل suspension للعقد أو بعمل termination بحسن أنهي العقد. امتى بحسن بعمل assignment ولا لا بالعقود. يعني انت وقت بتكون كاتب بالعرض تبعك other terms and conditions باقي الشروط as per shell GTCs اللي هي general terms and conditions انت الreference تبعك اذا صار خلاف لا سمح الله بترجع اذا كل التفاصيل تكون موجودة بهالعقد. فهمت علي؟ تمام نعم. هاي كمان البائع كل التفاصيل الكريدت كل شيء له علاقة بالشروط موجودة بالتفاصيل. الميجرمنت هاي السامبلينج اللي عم تقول عليها كلاس تي ام شو بيستخدموا البليس اوف كلاريفيكيشن طبعا كل بالعقد بالعقد الكامل هداك بس هو عرض أولي عرض بشروط خاصة انقبلت الشروط اللي هو في سعر وكمية ونوعية وطريقة دفع وسعر قبله بعدين بصير العقد الكامل. العقد الكامل هذا هو اللي بدنا نرفق وينبعث للبنك مشان ينكتب عليه الاعتماد المستند. استاذ حسان بدنا وركشوب لعقد ما يمشي الحال هيك. حاضر. على راسي. والله ما امزح يعني شي مره اونلاين يكون شي في وقت نعمل هيك عقد ولو بسيط جدا يعني نتطرق به لهي الامور. تمام حاضر ان شاء الله. شايفة مثلا هون حتى في ليك هاي اخي خلق نعم. تسميه البواخر كيف نعم. بتصير اسم الباخره امتى الديد ويت تبعها كمان انا كنت ذاكر لكم هاي بالمحاضره بدي اكتب لكم شو معناته الديد ويت كمان نعم. هذا المره الجاي بس نحكي على التسعير وعلى الديد ويت يعني هو الوزن الساكن للباخره شو بتضمن يعني بتضمن الباخره نفسها بتضمن
هي مصطلحات هامة لازم أنت تسمعها. هاي الـ ETL كنت عمالكم عليها زمن وصول الباخرة، الوجهة تبعها، يعني كل التفاصيل موجودة بهذا العقد. عارف شلون؟ شو اسم المصطلح؟ شو اسم الدوكمنت هذا؟ شو هو؟ ETL؟ العنوان وعنوانه شيل ماركتينج؟ ليك هاي فيك تفوت عليه أنت، اسمه من برا شيل لو تشارك لنا يا أبو زهر، يعني لو سمحت إذا ما في. تكرم شغلي بسيطة. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا رب. بس لك شو اسمه هذا هو. هذا اسمه General Terms and Conditions for Sale Barches of Crude Oil، موجود بعتين على النت يعني. بس ما راح أشارك لكم يا. تمام. هذا هو ال هاي طلع عنكم ال. تمام أيوة. إيه. هاي شروط عامة يعني ما بتفاصيل أصلاً يعني ما كتير أنت يعني مصطلحات الرئيسية اللي لها علاقة بالبيع والشراء هاي بتصير موضوع يعني إنه أنت بس سمع فيها، بس إحنا كونه يعني على ديل مباشر مع على تواصل يعني يومي مع البواخر وكيف بتفضي وكيف بتسمي الباخرة وكيف يعني أصعب حالة إنه أنت مثلاً قبل ما تجي الباخرة أو هذا بتقول له أنت بعت لي اكتبها هاي عندك Q88. شو هي Q88؟ هني هدول questionnaire 88 سؤال عن أي باخرة، يعني أي باخرة في إلها شغلتين اللي هي Q88 وكل باخرة إلها إيمو IMO. الإيمو شو هو؟ مثل أنت مثل الشهادة مثل الكملك تبعك. كل باخرة ما بصير يكون إلها يعني الرقمين مثل رقم الموتور بالنسبة للسيارة. عرفت شلون؟ بتحط الإيمو أنت على هذا وبتعرف إنه مواصفاتها. نحن بنبعث الـQ88 فيها السيرتيفيكيت تبع الباخرة اللي فيها يعني الشهادات اللي حاصلة عليها، شهادات السيفتي وشهادات الصيانة تبعها وإنه هي صالحة للإبحار واللايسنس تبعها كله. كل الQ88 بيكون متضمن كل اللي هن 88 سؤال عن الباخرة متضمن بهاي الQ88. عارف شلون؟ يعني أول واحد تبعتها للمينا تبعك، المينا تبعك بيشوف هل تتطابق مواصفات هذه الباخرة مع المينا تبعه. مثلا إذا هالباخرة هاي أنا مثلا أكثر شيء مثلا المينا تبعنا مثلا بنياس، خلينا نحكي على كونه يعني أكثر نحن هذا بنعرف بيحمل مثلا 110,000 طن الكاباسيتي تبعه. فأنا إذا جاتني باخرة VLCC اللي هي Very Large Crude Oil باخرة 300,000 طن هي already مرفوضة refused بيجي. إذا هي مقبولة في شيء اسمه clearance، يعني أنا بطلب clearance، يعني اللي هو إنه شوف لي الباخرة هاي مقبولة للمينا. إذا قال لي أوكي خلاص بقول له بعت الباخرة، بعطيه acceptance رسمي من سلطات الميناء للمشتري، بقول له هاي الباخرة بالنسبة لك مقبولة. هو بعت لي خطي وأنا بعت له خطي. طبعا هاي أهم شيء إنه يعني كل المراسلات بالنفط بالإيميلات بكل تكون كلها رسمية أثناء تنفيذ العقود. هاي طبعا هاي مراحل تانية أثناء تنفيذ العقود. الحقيقة كتير المشكلة مثل ما قلت لك، يعني عالم يعني. بس سؤال بسيط هو إنه بالنسبة لتوقع الأسعار أنت ممكن تأخذ 10% من كمية النفط ونتوقع منها الأسعار، هل يتم توقع الأسعار بناء على بروجرام معين ولا هو جس مثل الإكسل اللي هو بريسبريكشن وهي الأمور؟ يعني في بروجرام معين تستخدم يعني أسعار البيع، يعني أنت بدك تأخذ بريدكشن عن النفط، بدي أنا في 10% بدي أحطهم على جنب وبيعهم بأسعار المتوقعة في المستقبل. السبوتات هل كنت عم أحكي لك عليها؟ أنه أنا تمام. مثلا كشركة تمام. حكومية أنا تمام. ببيع تيرم كونتراكت 90% و10% ببيعهم سبوتات. لهذا كيف بصير أخي محمد؟ أنا مثلا عندي بطلع البروغرام تبع التحميل تبعي مثلا خلال هذا الشهر، بقول أنا 1-3-5-7-8-9 حسب النفط كله عم يجيني وعم تخزن عندي وحسب الطاقة التخزينية. مثلا نحن بطرطوس كان عندنا مثلا نفط ثقيل فينا نخزن 500,000 طن. عارف شلون؟ ما مشكلة، صار تداخلات بين يوم ويومين عندي إمكانية إنه أنا أستوعب. فبعمل برنامج أنا هذا الشهر عندي 15 شحنة، 12 شحنة
احنا مبرمجين 1 3 3 5 7 9 هيك كل ايام، كل يومين ثلاثه باخره بضل عندي باخره، صار عندي زياره بالانتاج، صار عندي الى اخره. فشو بسوي انا؟ شفت هدول اللي كتبت لكم اياهم الليست للكواليفايد كومباني، يعني انا الشركات المؤهله اللي عندي، بجي ببعث لهم رساله بقول لهم انا طبعا هذا كلياته دائما النفط بنفس اليوم ما بنباع، عارف شلون؟ دائما نحن بنعمل بروجرام 1 مانث بيفور ليفتنج مانث، شهر قبل شهر التسليم، ومنقول عندنا باخره مثلا ب 28 30 الشهر، مثلا هلا نحن هلا بجانيوري اول جانيوري انا بكون عم ببيع بعد 20 يوم مثلا بواحد شباط من 1 ل 3 فبراير انا عندي باخره، وببعث للكواليفايد كومباني للتريدر وللميجرز وللناشونال كومباني كل الشركات الموجوده على الليست تبعي، وبقول لهم قدموا لي عروض سعر لهي الشحنه، عرفت شلون؟ فبتبلش المنافسه. هلا مثلا احنا نفطنا كان نفط خفيف ومرغوب والسلفر تبعه مقبول، ويعني من اجود انواع نفوط اللايت كرود اويل، فكانت الشركات وقت اللي عن سبوت كاربو كله يتهافت ويعطينا سعر احسن من الاوفيشال سيلينج برايس، اكثر من السعر الرسمي اللي نحن كنا نطلعه كل شهر. يعني نحن قالي شو كنا نستخدمها؟ 25 بيفور ليفتنج مانس، يعني نحن 25 جانيوري عمالين سعر لفبروري، تمام؟ عم نسعر النفط لشهر فبراير. فب 25 شهر نبعث للشركات نقول لهم نحن البروبوزا، طبعا في انا مثلا كنت ريسيرش اول مانجر، كنت يعني مدير ابحاث او دراسات نفطيه، كنا نعمل دراسه عن النفط انه هالنفط المنافسين تبعنا مين اللي بالسوق الان. طبعا في ريبورت انا كنت بدي ارجيكم يعني كيف نحن نطلع الريبورت، نيم بتجيب هاي الداتا، في حوالي 20 موقع يعني نحن هدول كنا بنطلع عليهم، اشهرهم بريش ترونوم ريبورت، يعني هذا مانسلي بيطلع بريش ترونوم بي بي، حتى ببعثكم وبنعمل المحاضره خاصه لاشهر المواقع اللي انت بتاخذ منها الداتا، يعني منين هي، عارف شلون؟ مثلا اليوروسات الاي اي اي اللي هي اللي يعني امريكان الانرجي، الشركه الامريكيه تبع المخازين، اي 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 الاي بي اي، في 20 موقع تقريبا او 15 موقع، نشوف الريبورت الشهري تبعها كلها ونطلع الداتا، نشوف المنافسين هالشهر مين عندنا، ونعمل دراسه عن السوق وشو وضع المخازين تبعنا، نكون فليكسبل ونطلع التسعيره ونعطيهم يوم ليردوا. هلا هن احيانا يعملوا كارتل علينا، نحن يعني حتى بالاسعار يكون في اتفاق بيناتهم انه بعثوا هذا السعر هالقد، بس نحن بنعرف على اليلد، ناخذ اليلد تبع هالنفط هذا هالبرميل، بنقول هذا مثلا الغازولين هالقد، شو قد اسعار الغازولين، شو قد اسعار الغاز اويل، شو قد اسعار ال بي جي، شو قد اسعار الفيول اويل، بنعمل يلد وبنعمل حركه السوق وبنعمل يعني شيء مشترك بيناتهم وبنطلع التسعيره تبعها، وبعدين بنعلنها قبل بيومين من نهايه الشهر، وخلص هي ملزمه للاطراف، ما بدي حمل معه صلاحيه، بس اذا ما حمل مره بصير عنده بنحط على البلاك ليست للسنه الجاي، يعني انه انا اذا بعثت لك هذا السعر وبعثت لك هذا التحميل وانت ما حملت هذا الشهر، بحط اشاره عليك وقت اللي بدي اعمل عقود للسنه الجايه للترم كونتراكت، انا يعني بتعتبر نقطه سوداء عندك. يعني السبوت هذيك هذاك فبعث لي السبوت وقت اللي بعلن عنها، كل الشركات بتبعث لي يعني شو اسمه الاسعار، وبختار افضل سعر يعني انا وبحمل، وما سبق انه يعني على طول تجينا اسعار السبوت احسن من اسعار الترم كونتراكت. تمام، يعطيك العافية أستاذ حسان، طولنا عليك ساعتين، الله يعطيك العافية وعلى جهودك، يعني صراحة ساعتين ممتعين والله، الله يعطيك العافية. أستاذ محمد يبارك فيك. أستاذ باسل لك الكاميرا أقول الله يعطيك العافية أستاذ حسان، خلاص نحن على موعد تاني لحتى نتابع بهاي الأمور. معناته معنا أنت؟ لا معكم على فكرة، مو أنا الوحيد اللي من برا الاختصاص لساتني حاضر، يعني في أكثر من زميل لساتهم موجودين. يعني إذا في حدا والله حابب يعني يعطي رأي أو يحكي ميت أهلا وسهلا. ما أعرف إذا الأستاذ رامي حابب يحكي أو الأستاذ مأمون جاموس إذا لسه معنا. أنا بس حابب أتشكر الأستاذ حسان الله يعطيه العافية، ما في عندي أي تعليق، وبصراحة بدنا ننتظر موضوع التسعير وأنواع النفط للمرة الجاي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ما صفى وقت والله هون اليوم نحكيه، لأنه صار الوقت الشباب اهتموا بموضوع البنوك وما بنوك أكثر، والموضوع الإنكوتيرمز هذا، فإن شاء الله المرة الجاي نحكي على
موضوع الأسعار والمواصفات يعني. تمام. أغلب المصطلحات اللي عم تحكيها أبو زهير يعني نحن جماعة النفط يعني لا تواحد إن عنا يعني عدم دراية بها، فما بالك عاد اللي يجي من برات الاختصاص، فكلها مواضيع شيقة، وخلص تنطرح كل مصطلح أو كل موضوع ينطرح له محاضرة يعني. الله يجزيك خير إن شاء الله. الله يخلي لي اياك يا ابو انس. ابو زهير هاي في مره باللينكدين وحده روسيه مصفاه، شركه مصفاه، بعثت لي اول شيء ايميل كيفك وما اعرف من هالكلام، بعدين صارت تدخل معي على اساس انها بزنس، قالت انه احنا اثناء الكورونا بالشهر الخامس ما بعرف بعنا لاوروبا يوم التكوروسين طيران، لكن بعناه بسعر، شايف شلون بعناه بسعر وهم كان السعر رخيص كثير. صحيح. واحنا بهالحاله خسرنا يعني كثير من ملايين الدولارات، طبعا هي ممكن العمليه نص، بس انا يعني بعثت لي يعني مفصل كثير عن البروسيس عن العمليه. فقالت لي انه احنا بدنا ندخلك شريك معانا، قلت لها كيف؟ انا تكنيكال مان سيل مان، ولا هي طبعا هي سيل لاحد الريفاينر. قلت لها يعني انا ممكن اساعدكم بامور التكنيكال، اما امور الهاي ما بدخل، انا مو بزنس مان وانا سوري ووضعي هيك، ما قلت لها بوتين عمل فينا هيك ولا. فقالت هاي الامور ما لها علاقه، بس انه انت ندخلك على اساس انه احنا نستورد منك كيميكالز، وبالحاله انت يصير لك حق علينا يعني مصاري، وهالمصاري هاي تندفع لك واحنا بعدين نشاركك فيها. كيف هاي العملية؟ تبييض هدول، تبييض أموال هدول بيكون يعني ورقيات يعني بدهم يسووها، يعرف شلون يعني ناخذوا اسمك طبعاً، أيوة باسمك، الاسم إنه أنت شريك بالكيميكال أو تعملهم كيميكال للريفاينري، أيوة مثلاً يعني، وهذا وبعدين يعني أخي عمر من سابع المستحيلات جيت كيروسين يعني عليه كنترول يعني كتير كتير كبير. عارف انا عارف انها لعبه هي، لذلك انا رفضت مباشره وما رديت عليها بعدين. ما فيك شيء. لكن كيف العمليه انه كيف البزنس بيصير يعني هيك كانت يعني الفكره اللي يعني هاي صدقني شغله البنوك والموضوع التعاملات بال يعني موضوع الاعتمادات الغير موثوقه وانه الزبون الغير موثوق والعروض يعني نحن من اول ما نطلع يعني كونه الواحد صار عنده يعني تاريخ بموضوع يعني تجاره النفط والى اخره، من العرض من اول ثلاث كلمات بنعرف انه هذا يعني اويل بزنس ولا لا، يعني هذا يعني تريدينج ولا لا، ولا هذا يعني هذا حقيقي ولا لا. صار عمليات نصب كثير الصراحه يعني، حتى في ناس كان تاخذ عقود اخي عمر يعني مثلا وتروح على البنك وتقول له فعلا توقع عقود و مع هذا وتاخذ عليها قروض، وبعدين وقت يصير شو اسمه تكون سارق يعني القرض اخذته ورايحه يعني طبعا. يعني يكون صار حالات كثير يعني الحكومه ما بسهوله، اذا عم نحكي على حكومات الشركات الوسيطه وكذا بتحاول كثير وكذا، بس وين بتشتغل ببزنس صغير يعني بواخر 3 4000 طن بيكون مع مثلا جزء، وبتعتمد على يعني العلاقات أكثر ما هي. أما موضوع تجارة النفط بالنفط عم نحكي كنفط يعني إلا دول بدها تشتغل فيها طبعاً، في جزء بسيط صار مثلاً هدول مثلاً هلأ بليبيا، مثلاً بليبيا في جزء من نفط مثلاً مالطا قريبي عليهم يعبوا بواخر مثلاً 1000 طن وبشحنوها، في ناس في مافيات موجودة بمالطا يروحوا يفرغوها بمالطا، عرفت كيف؟ ومالطا بخزاناتها، هي مالطا صايرة يعني موقع خزانات يعني عالمي، في ستوريج تانك يعني في بياخدوا بيأجروا في استئجار يعني خزانات وكذا يعبوا فيه، وبعدين بيروحوا شو بيسووا بمزجوا مع نفط تاني، مثلا جايبين مثلا شحنة روسية أو شحنة إلى آخره على أساس هو شو جاي خزنها نفط مثلا روسي او نفط، هلا في فساد كثير مثلا نفط نيجيري، عارف شلون بيجيبوا لهم مليون برميل بفضوها هون وبصيروا يمرقوا هال1000 طن بيضخوها له، وقت اللي بده يحمل صار عنده سيرتيفيكيت اوف اوريجين هو اللي هو النفط النيجيري موجود هو اوريدي، عرفت كيف؟ فبتطلع شهاده انه هو نفط نيجيري، بيطلع سيرتيفيكيت وبيطلع كل شيء الى اخره وبنباع. مثال ثاني النفط الايراني، هلا
نفط إيراني بتعرف في عليهم إمبارجو ما فيهم يصدروا هدول. فشو بيسووا؟ متفقين مع عمان. عمان عندها يعني 3-4 أنواع من النفوط. عندها خزانات. تمام بواخر صغيرة 4-5 آلاف. حتى بواخر كبيرة بتجي على أساس هي جاي يعني. طبعاً أمريكا بتعرف التفاصيل كلها حتى عن كل هاي الشركات عم تهرب وكذا. بس كله سامحت لهم شان هي تأخذ بأسعار منخفضة وتعمل بالوقت المناسب تعمل بلوك على المصاري تبعها إذا أنت فات اعتمادات ولا لا. بيفضوا هال 5000 مثلاً برميل مثلاً بخزانات الهذا وبصير بلند. بصير بلند بين العماني والإيراني. وقت اللي بده يرجع يحمل تجي بواخر على أساس شو عم تحمل عماني. طيب يا أخي مثلا النفط العماني عندهم 700-800 ألف برميل بالهذا. طيب منين طلع عندهم 1,200,000 ألف برميل؟ عرف شلون؟ كله معروف بس كله معرفة يعني حتى اللي عاملين امبارجو بيعرفوا يعني هالعملية. بس بيأخذون النفط رخيص ليش؟ لأنه تهريب. مثلا بيكون حق البرميل 40 دولار مثلا بيشتروا 20 دولار هني. ليش؟ لأنه تهريب. بيكونوا لجماعات أو لمنظمات أو لأشخاص مثلا في مخصصات مثلا بعض الدول. بس هذا طبعا ما هو هذا لا بيع ولا شراء ولا تريدينج ولا حدا نحن ما بنشتغل فيه يعني ما حدا بيشتغل فيه. هدول في مافيات خاصة تشتغل إلى مصلحة تشتغل بها القصة هاي يعني. وشغلة كتير كتير خطرة عارف شلون. فبصير البلند وبطلع باسم سيرتيفيكات جديدة سيرتيفيكات أوبرجن عماني ما حدا بيجيب سيرة إنه إيراني يعني كلامك هو العملية صعبة كتير يعني. من قولاتك ممكن هم آخر شيء يمسكوهم بالسعر يعني بالأموال آخر شيء بالبده المستحقة. أنا بعرف ناس صار عليها بلوك للمصاري تبع يعني ال أمريكا عندها يعني شو اسمه بتطلع قوائم كل فترة بتقول هاي عليها عقوبات وأنت بترصد المصاري تبعك أنت إذا رايح. في لي واحد يعني بيشتغل نحجز على 17 مليون دولار يعني وهو شبهة لشغلة ما حط بالأوفاك. هي الأوفاك اللي بتعمل الإمبارجو. هي الأوفاك هي يعني طبعا الخزانة الأمريكية هي يعني مسكة المصاري. لأنه بتعرف حضرتك أنه أي دولار بتحرك عبر العالم ما بتحول من بنك لبنك إلا بده يروح على Central Bank of America بيشوفوا هالترانساكشنز هذا يعني صح ما وصح إلى آخره. بس أبو زهير ممكن العمليات البيع والشراء هاي تتم ممكن يكون فيها كاش يعني بس بسعر أرخص كثير خاصة إذا كانت الحمولة صغيرة يعني مثلا يعني أنا هي. من خلال يمكن أسمع أنه اللي يشتغلون بالمينة يعني في بعض المينة أنه كانت تجينا أوامر أنه نعبي بدون ما تكون العملية يعني أوفيشيلي يعني بالقصب انك يلا اجت الشيبينج وقف عبوها مشت. بس بهيك حاله ممكن يصير تكون الماني كاش لكن تكون السعر اكيد يكون شيب اكثر. هلا في 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 شركات يعني تريدر كومباني شركات لا يعني عندها مثلا بعرف شركه هون عندها بواخر عارف شو هاي هالبواخر تستخدمها لهي قصص يعني بتروح على بس دول معفنة إريتريا جيبوتي السودان مثلا ليبيا سوريا بيروت عارف شلون هاي دول أخي حتى العراق ما في ستاندر أخي عمر بيكون عرفت يعني ما في ستاندر. أما شيل مثلا ما بتروح فيتول ما بيروح لا. حتى فيتول بيشتري مثلا هني هدول العفاريت جالاكسي وفيتول وترافيغورا وهدول التريدر حكيت لك عليهم بالمحاضرة عرفت كيف هدول بيشتروا بس عن طريق وسطاء بيكون بالدولة ما بيحطوا اسمهم بهيك شغلة بتلاقي اجت راحت عنده خزانات قبرص فضاها او حمل من هنيك بطريقة غير بالليل بالنهار كذا بواخر صغيرة بياخذها بيعملوا لها STS ship to ship هاي كمان مصطلح يعني بيكون بواخر كبيرة وبواخر صغيرة بتروح بيكون بنص البحر موقفة بالمياه الإقليمية لبلد بياخدوا بواخر صغيرة طبعا بواخر الكبيرة عرفت كيف وبعدين تنشحن لمحل بخلطوها مع شيء تاني بطلعوا لها شهادات. في ناس مختصة مافيات مختصة بتصدير الشهادات وإعطاء يعني صلاحيات وفي منهم بنفوت بس في ريسك عالي وبس في ناس محترفة بهالشغلة يعني بتشتغل هالقصة. بس نحن عم نحكي عن أنه يعني كل محاضرتنا عن ستاندرات يعني أنا عارف أنا حكيت السؤال بس إنه كيف صارت تصير الأمور؟ إيه مرت معك الله خلي لي إياك أستاذ عمر. ماشي شكرا أستاذ شكرا يعطيك العافية. الله يعزك الله يبارك فيك.
في حدا حاب يعلق يحكي؟ شكرا للي كتبوا كمان السيد مأمون جاموس دكتور، بارك الله فيك، شكرا لتعليقك، شكرا لأخي خلق، كل الناس اللي كتبت أشكركم. أستاذ باسل لك الميكروفون، تعبناك مثل العادة، بس يعني هالمرة ما ينوم اللي بعد زيادة. لا هالمرة في معلومات مفيدة، يعني مو دائما في معلومات مفيدة، بس هالمرة يعني أنا فيني تابع أكتر واستفيد أكتر يعني. الله يعطيك العافية أستاذ حسان، شكرا كتير لك، شكرا كتير لكل من حضر معنا، شكرا لحضوركم، وإن شاء الله توقع في سلسلة في جزء تاني من هالموضوع اللي نكمل فيه بمعية الأستاذ حسان. الله يعطيك العافية، الله يعطيك، شكرا لكم، سعد مع السلامة. الله يعطيك العافية أستاذ حسان، ويجزيك كل خير عنا يا رب. أستاذ محمد أنت هاي المحاضرة قلت لي بدك محاضرة، أستاذ محمد هاي محاضرة والله في صلب، في صلب الماستر تبعنا يعني، عرفت شلون أستاذ حسان في مستقبل أحمد عزبك. جاهز جاهز والله، الله يخليك يا رب يا أستاذ حسان، الله يسلمك يا رب. يعني والله بس ما عامل مدير عليكم ورشو رئيس لجنة وبطيخ وكذا، ما هي على الأقل في والله يا الحق يقال، والله إنك أنت يعني تستاهل كل خير، يعني أنت مو مدير في العلم ومو بالزعامة بالعضلات، وإنما بالعلم وبالإدارة بكل شيء، والله يعطيك العافية. شكرا لكم جميعا. بس الكلمة بدك تنسحب عم نمسكك كيف؟ أخي خلاص انهي، كل ما بدك تنسحب يلا طبعا خلاص، نشوفكم بعدين يا جماعة. السلام عليكم. الله معكم، السلام عليكم. السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته.